من قطرها جبتها لك بشحمها ولحمها. قولي لي بقى هتعملي ايه وهي هتقعد معانا لحد امتى؟ عشان انا زهقت منك ومنها ومني ومن ايامنا السودا اللي هنقضيها مع بعض يا حنطومه. بالراحه لا يجرالك حاجه، انت لسه في عيد شبابي. ما هو انت يا حنطومه اللي معصباني وعماله ترميني في بخور، هرتيني بخور وتقولي لي في كلام مش فاهمه منه ولا حاجه. يا حنطومه انا عايز المفيد. ده هي خلصانه على الاخر ومفيش منها خوف. اسكتي، ده انا اول ما وقعت قلبي وقع في ركبي، خفت احسن تكون حامل وتبقى ساعتها عقدتنا بشنيطه. بس يلا الحمد لله طلعت فاضيه في شنك. ست شو انت رايده ايه بالظبط؟ فاهميني انت يا وليه هتشليني؟ اقول لك طول تقولي لي احلبوه. بقول لك عايزه الراجل، عايزاه ياخدني من ايدي، ياخدني من ايدي ونهج نروح في اي حته ان شاء الله اخر الدنيا. بقول لك ايه، الحجاب ده هيخليه ما يطقش فرشته ليله واحده، وبعديها هيجر نعم على طول ويتمنى نظرة رضا وقلب مخروط شوق. يا ست شوق يسمع منك يا حنطومة يا رب. بيت يا سوريا، انت يا بيت ست مكر اللي معادك يا بيت هنا. ابدا انا قلت يعني اريح شوي. وما ريحتيش في اوضتك ليه؟ يعني قلت اشم شويه هوا. انت يا بنت مش على بعضك ليه؟ انا ابدا والله ما انا زي الفل اهو يا ست مطر. بقولك ايه، ما سمعتيش النهارده المعلم نوح بيتكلم مع براء في اي حاجه؟ لو النبي ما سمعت حاجه يا ست مطر. اصل جاله تليفون كده وقام اتنفض وكان فرحان، مش عارفه حاسه كده ان الفار بيلعب في عبي. يكونوش يا بنت هيعملوا معايا الدنيئة. طب معرفتيش التليفون ده أصله إيه؟ طب وكان لازمته إيه بقى الحوار ده كله؟ لما أنت ناوي تلمها في الآخر. ده شغل عتاق يا حمار. ما أنا كنت فاهم كده يا معلم، بس لما الموضوع يطلع على فشوش يبقى الحكاية فيها إنة. مش لازم الضربة نسيت، كفاية قوي إنها تدوش. منها الحكومة تنتبه له وتحل عند سمان احنا، ومنها هو يبقى مطمن لنا قبل ما يخطب رجله في الملعب. انت بتثبتني؟ بتثبتني انا يا معلم؟ بقى انا اقول لك مش هخليه يهوبها وانت تجيب ورا عشان تفتح له سكة؟ وليه ياد ما تقولش ان انا بحفر له قبره؟ ما انا قلت لك سيبنا جاب لك عجله. ما انت حاولت مره واتنين وانا قبلك. ايه اللي حصل في الاخر؟ ده قط بسبعة ارواح، هو قام منها واحنا خسرنا نص المصلحه. طب ما ترسينا على اللي في دماغك، ولا انت لسه شايل مني يا سيد المعلمين؟ شايل منك يا ده انت ابني حبيبي. ده انا نفسي تبقى كبير الناس دي كلها، وكمان نفسي ومنى عيني تبطل غشم ولعب ناشف وتبقى بقى حريف عشان تبقى هداف زي ابوك. طب ما ترسيني يابا على الخطه وريحني. مع انك ساعات بتبقى حمار قوي، انما برضه ساعات كتير بتعمل حاجات بتعجبني، واقول إنك بغشمك ده راسم الخطة معايا. قصدك إيه؟ رمانة. الله، ولا حوار ده وصل لك يا سيدي المزاج؟ مش مهم وصل لي إزاي، المهم إنه عجبني. أهو كده يا ابني، أهو كده، مش تقول لي ضرب بالحزام وعلامة في الوش، إيه ده؟ إيه ده؟ احنا يا ابني والعياذ بالله مش الحكومة عشان نعمل الكلام ده، لا لا لا، انت بقى تخش عليها بالهادي باللطيف بالظريف، وشوية شوية تجيبها على اسنانها في صفنا، ساعتها تبقى انت ابن ابوك بصحيح. يعني ايه؟ يعني انا عرفت اجيب جول؟ يا ريتك تعرف تكرره تاني، وحط ايدك بقى في ايدي واحنا نحذف افندينا بره الملعب في غمضة عين. بس ده ما كانش يقولك زمان،
طول الوقت عمال تقول لي بلاش نعمل مشاكل، بلاش عشان العمروتي باشا. وبرضه هقول لك كده، عارف ليه؟ عشان انت خفيف ومتعور في الوش. انا يعني لما بعوز اعور اعور في لا مؤاخذه حته من الدنيه وخلاص. ها فهمت؟ فهمت يا سيدي المعلمين. نوح المره دي فكر صح، انما لعبها بغشم برضه زي عوايده. كان فاكرني هبل قطاعه. انت مش بتقول ان هو اللي بلغك بالكبسه؟ هو كان مين اللي بلغ البوليس عشان يعمل كبسه؟ هو قال لك ان واحد لعب بديله. الاخباريه في المرتين من النوح يا خال. طب النوح يعمل كده ليه؟ عايز يكسب بنت عند العمروتي. علشان كده يلزمنا الزياره للعمروتي. كده انت فندينا بصحيح. انتوا ناويين على ايه بالظبط؟ منور يا خال. طلبنا منك الدقة في التحريات، وانت اتكلمت بثقة اللي هيروح يجيب خميس وابو سنة بالبضاعة والفلوس، واللي حصل انك حملت الوزارة عملية تقيلة على الفاضي، واحنا ياما حذرناك من اندفاعك ورا مصادر غير موثوق فيها. حتى لو كنت واثق فيها لازم تتأكد ويكون عندك اكتر من مصدر. للأسف يا آسف، العملية دي هتحط نقطة سودة في ملفك. علشان انا عارف اخلاصك وحماسك في العمل، انا هكتفي بلفت نظر. ان شاء الله تعوضها. ان شاء الله يا فندم. تمام يا فندم. هو انت يا بنت كل يوم والتاني هتخترعي لي حجه تخرجي بيها؟ تكونيش فاكره نفسك انا في عزبه ابوكي؟
والنبي يا ست مطر ربنا يخليكي خليها اروح ازور عمتي دي تعبانه قوي والنعمه ما هتاخر. نعمه لما ترفصك امشي يا بت روحي شوفي شغلك يا بت. هو انا ناقصاكي كفايه اللي فيا يا ستي؟ والله ما هتاخر بت. عارفه لو ما مشيتيش من وشي هخبطك بضيف نفوخك. طب استهدي بس بالله انت قلبك طيب ما بيجيش على حد. الهي وانت جاي ربنا ما يرقد لك جد قادر يا كريم الهي انسي براءه يا خلاص يا بت خلاص انت هتشحطي يا بت. طب قولي لي روحي وانا مش هتاخر. طب افرضي خلقتك دي اهو. بقولك ايه؟ نعم. سألتيلي على الولاية اللي قلتلك عليها؟ ولاية؟ ولاية مين؟ الولاية يا اختي بتاعت الأعمال. مالها؟ عرفتي يعني اسمها ايه؟ ساكنة فين؟ والنبي سألت يا ست مطر بس ما عرفتش اوصلها الصراحة يعني. طب اسمعي يا بيت، هو انت بتفهمي يعني في الحاجات دي؟ امال ايه؟ انا بفهم مين اللي بتشتغل الناس من اللي سرها باتة. طب بقولك ايه؟ انا عرفت واحده كده يعني وعاوزاكي تيجي معايا. طب بصي لو خليتيني اخرج دلوقتي انا هروح معاكي وقت ما انتي تعوزي، ايه رايك؟ ماشي يلا غوري. بالاذن. والله يا حاجه صحانا من صباحيه ربنا عشان نلف السوق ونشتري هدوم وحلويات وعصير وناخد الحاجات دي كلها ونوديها عند فوتنا في المستشفى. شكله كده يا حاجه مهتم بيها زياده حبتين. دفع لهم فلوس؟ ها؟ زوز. هو حاجة أول ما دخل خرجنا بره وقعد معاهم. أنت هتستعبط؟ أنا ما أحبش كده، اتقوا شري. بصراحة يا حاجة إحنا بنجي نلقي لك أخبار أفندينا عشان حضرتك قلت لنا ده في مصلحته عشان لسه خارج للدنيا. بصراحة كده يا حاجة إحنا بنعمل الحكاية دي يعني وإحنا متقدرين قوي. وأنا بصراحة بحب أفندينا قوي قوي قوي. تفتكر يا حمار أنت وهو هتحبوا ابني اكتر مني؟ الحاجه بتقول لك حمار. ولا مش انا قلت كده؟ يالا هو انت قلت حاجه؟ هو انت اساسا حكيت للحاجه حكايه الفلوس اللي دفعها في المستشفى؟ هو دفع فلوس المستشفى؟ هو احنا يا حاجه ما اتكلمناش في الموضوع ده خالص؟ لا ما اتكلمناش في الموضوع ده خالص. مش بقول لكم بتستعبطوا؟ هو سيح علينا يا حاجه سوء علينا. ودفع ايه كمان؟ ابدا يا حاجه يعني مبلغ صغير كده تحت الحساب. هو كان موصي حسابات المستشفى ان ما ياخدوش منهم ولا مليم ولما تخرج يكلموه يروح يحاسبهم. وبعدين بقى بيدفع لها فلوس مدرستها وقلنا مساعده لكن يجيب حلويات ويروح لها كل شويه ده اللي ما يتسكتش عليه. ايه يا فندينا ما ترسلك على بر وتريحني. اكيد ليهم عيون بينا. الحقني يا باشا. انتي؟ ده انت جيتي لقضاكي. بتضحكي علينا يا بت؟ علي ما ينفعش كده، مش عاوزين حد يحس بينا. والمصحف يا باشا ما خبيت عليكم حاجه يا باشا، وحيد المصحف. بتضللينا يا بت، بتدينا معلومات غلط. انا قلت كل اللي سمعته وعملت كل اللي طلبتوه مني، اكتر من كده ما عنديش الصراحه يعني. امال انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ خفت يا باشا، الفور بيلعب في عيبي. انا اول ما عرفت اخلع خدت ديني في سناني وجيت جاري. ما تقول لي ياثر بيه. طب انت اهدي كده وقولي. اصل كلام المعلم النوح الصبح خوفني. قال لك ايه؟ قعد يقول كده كلام ما فهمتوش ويضحك بصوت عالي ويلمح ويلقع. خفت. عملت حسابه طلع صح. معقول يا باشا؟ معقول النوح يلعبها كده؟ هي ما تتلعبش غير كده، ده قانون يا علي. لا مؤاخذة يعني يا باشا، انتوا بتقولوا ايه يعني؟ اصل انا مش فاهمة يعني، رسوني على بر. النوح رمى المعلومة لسوريا عشان توصل لنا، وفي نفس الوقت رمى المعلومة لخميس علشان يأمن نفسه. البيه عاوز يكسب كل الأطراف. ابن ال يعني ايه يا باشا؟ هو دلوقتي عارف ان انا شغالة معاكوا؟ كل دي احتمالات يا سوريا مش أكيد. وانا هستنى لما تبقى اكيد وتطير فيها رقبتي؟ لا يا باشا احنا ما اتفقناش على كده، انا ملزومه منكم ولازم تحموني. الناس دي ما بترحمش، اقل حاجه عندها الاكل. يا خسارتك يا سوري، ادي اخر لما تصدقي الحكومه. حسبي الله ونعم الوكيل في الحكومه. حرام عليكم والله يا خسارتك. يا بنت بطلي ند، بطلي ند بدل ما ارميكي في الحجز. يا باشا حرام عليك، بقول لك انا خايفه. انت هتستنى ايه اكتر من كده يا باشا؟ حرام عليك، انت بتعاملني كده ليه؟ ما تقول له يا باشا يكلمني بالراحه. اقول له ايه؟ اقول له ايه بس يا سوري؟ اقعدي كده وكملي كلامك بهدوء. ربنا يخليك يا باشا. والله يا باشا انت اللي بتعرف تجيبني يعني. يعني الصراحه حضرتك بتكلمني حلو قوي.
يا ريت تعلموا حاجة والنبي يا باشا. تعرف يا باشا أنا ما بفهمش إلا بالهدوء والله العظيم. أنا أديك عيني، أنا بقول لك يعني إن رقبتي هتطير والله العظيم. هو ما حاسس بيه، أنا خايفة يا باشا. بس بدل ما أخدك من إيدك أرميك عند النوع بإيدي. يا أخويا أنت بتعاملني كده ليه ها؟ وأنا كنت متجوزة أبوك ولا كنت هتجوز أبوك؟ بص روحي فجأة تقبت مني المفاجأة. أنا مش عارفتي ما شاء الله. أنت عارفة يا حبيبتي إن كل الرجالة المتجوزين هيحسدوني دلوقتي؟ طبعا. جمال وشعر ودلال وحلاوة، حلاوة بزيادة وخفة، وفوق ده كله بقى ما فيكيش اكتر حاجه بتخلي الرجاله المتجوزه تهرب من البيت. صوتك يا حبيبتي. طبعا الرجاله بتهجم البيوت بسبب صوت ستاتهم وزنهم، انما انا بقى في الجنه ونعيمها. هموت انا في السيبه الزلطه. يلا بينا. هوبا. عجبني كلك يا ولا، كلك عجبني، مفيش معلم يا ولا. يا شو مالك مخشبه كده ليه؟ قلت لك ماليش مزاج الليله وانت اللي قفشت. قفشت؟ قفشت ده ايه؟ يلا يلا ده ايه؟ بقول لك ماليش مزاج الليله. هو ايه؟ هي دي اخر ليله ولا ايه؟ يا شو مالك؟ ماليش، ما عنديش مزاج، وبلاش فضايح بقى. فضايح؟ فضايح دي ايه؟ حقي وحق انا كمان يا اخويا انه يبقى بكيفي. طب وايه اللي مش جايب كيفك يا شو؟ جتتي مولعه نار، مش طايقه نفسي فيها حاجه. دي مولعه؟ مولعه في ايه؟ ده انا حاسس انك انت لسه طالعه من الثلاجه دلوقتي. بقول لك ايه، انجزي مفيش وقت. يلا انجزي يا اخويا. اذا كان على تمن الحبايه اديهولك. حبايه ايه؟ تمن حبايه ايه؟ انا بجيبها بالعافيه وعلى تمنها. وبعدين انا بعمل ده كله ليه؟ ما عشانك. مره تقولي لي انا ما باخدش حقي، ولما اجي اديك حقك تقولي لي ماليش مزاج. يا راجل انت عايز تعملها لنا هو الليله الليله دي؟ هو في ايه؟ ما حرام عليك بقى وعديها، بلاش تتخنها. بقول لك ماليش مزاج يا معلم. شو شكلك كده ما بقيتيش تحبيني زي الاول. يا لهوي، شوف بقول ايه يقول ايه الراجل. يا راجل حرام عليك، مش كده، مش طايقه نفسي. حرام عليك. خلاص 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 يا شو، براحتك شوقك اهو كده يا معلم يا صاحب توكيل المزاج في البر كله. بس انا كده مش عارفه ايه. طب خديني في حضنك حتى. اروح اجيب العربيه لحضرتك يا فندينا. انت لسه ما جهزتش العربيه؟ ما هم قالوا ان حضرتك نايم. مين دول يا واد اللي قالوا ان انا نايم؟ هو انا بنام؟ لا اجري اجيب العربيه. هوا ايه الحيوان ده؟ ده حيوان. هو انا بنام؟ معاش اللي يقول كده يا فندينا. المتر رضوان بيدور على معاليك. رضوان مين؟ بدران بيدور على معاليك. ده ايه الزريبه اللي انا وقعت فيها دي يا ربي؟ اقول له ايه يا فندينا؟ فندينا قلت له الحمد لله على السلامة.
نورتي الحارة، كانت مضلمة من غيرك. منورة بيك طول عمرها. خرجتي امتى؟ النهاردة. وعاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله أحسن كتير، بس أنا زعلانة منك. حقك عليا، أنا كان المفروض أجي أستقبلك وأنت خارجة، بس والله غصب عني. خلاص مش زعلانة، كفاية اللي أنت عملته. طب أنت واقفة ليه؟ ما تقعدي أو يعني ادخلي جوه عشان ما تستهويش وتريحي. أصل الحارة وحشتني قوي فقلت أبص عليها. آه يا تتوحش، تتبص عليها. طب أنت مش عايزة حاجة؟ لا ميرسي. وليها تاني كده؟ ميرسي. توب علينا ربنا. باي باي. بالعربية يا حيوان. أنا متحبب ورومانسي وبرقص مي ونمسي. أنا متحبب ورومانسي وبرقص مي ونمسي. عبدو باشا أنا بسأل نفسي المكتب منور ليه؟ أتاري عبدو باشا قاعد فيه بقالنا كتير مستنين الزيارة دي. ربنا يخليك يا مرتي بيه، بس أنت عارف إن زيارتي لازم تبقى عند اللزوم. بس أنت تأخرت علينا تو ماتش. والله أنا جيت حسب الأوان ومتهيألي عداني العيد. الكابتن إبراهيم سعيد أهوت رجليه ما بتتقطعش عن المكان. وأنا ويتنج فور الأوان. أما بقى بالنسبة للدكتور الهردة بقى جاهز يا باشا وتسليم على المفتاح. الله عليك، رجع ليالي زمان. السياحة كلها اتضربت وما بقاش فيها غير اللوكل المحل يعني. أمال أنا جاي ليه يا سعادة الباشا؟ أنا جاي علشان أسلمه للي يستاهل، اللي يقدر تمن. تشيل يا برنس. نشيل ومش هنختلف طول ما احنا ماشيين في الخير. بس قول لي مفاتيحه منين؟ لا معلش، قبل ما اقول اي حاجه لازم نتفق الاول على عمولتي. انتوا كلتوني لمؤاخذه قبل كده في عموله الكابتن ابراهيم سعيد. نتفق على عمولتي في الدكتور الهرده وبعد كده اقول لك مفاتيح. حلفين، على قد ما انا فرحانه لرجعتك وشغلي معاكي، على قد ما انا مقهوره لشمعتك اللي انطفت. مكتوب يا بيسه، مكتوب لما فر منه. على رايك. نجمتنا عامله ايه؟ مالت غريبه، ايه اللي جابك لحد هنا؟ روحي يا بيسه خدي يوميتك من شلل. هو احنا كنا لسه اشتغلنا يا كابتن؟ من هنا ورايح الالمونيا هتقبضيها مقدما، وكل ده عشان خاطر نجمه المحل الاولى. تسلم يا كابتن. روحي يا بيسا وخدي الشباب معاك. عينيا. يلا يا شباب. اكيد طبعا مجيتك لحد هنا مش ببلاش. انا مفيش حاجه عندي ببلاش، كل شيء وله تمن. المهم الشيء ده يستاهل تمن ولا لا؟ طب انجز يا اخويا وهات من الاخر. طبخه مستويه ومستنيه الاكال. دكتور الهردة.
هردة يا ابو هردة، ماليش فيه. انا ماليش فيه وهو ملوش فيه وانت مالكيش فيه، احنا مجرد اسباب، والدكتور الهردة ملوش غير في المية. مهمتنا القومية انه بقاله في حاجات تانية كتير، والمية ما بقتش تجيب همها. انت شايفة مصاريف المحل عاملة ازاي، والسياحة اتضربت على الاخر يا نجمة. بقولك ايه يا مال؟ اسمعي يا رومانا، قبل ما تقولي اي حاجة تزعلني، ما تنسيش ان احنا اتفقنا، وان افندينا خلاص بلح، واللي جاي لازم يبقى احلى يا نجمة. ايوه بس انت عارف، انت رومانا ميزان الجمال في المحل، واللي زي دكتور الهردة ده يتمنى نظرة من عينيكي. وبعدين انا مش بقولك اعملي معاه حاجة وحشة لا سامح الله، لا دي سكتي ولا دي اخلاقي ابدا. احنا عايزين نخليها اوبن بوفيه، اي حاجة ياخدها من المنيو، سيجارة حباية، يرفع له خط يجي يطلب، احنا نشتغل انت تقبضي. شفتي اخلاق ارفع من كده؟ لو انت الصادق ما شفتش اوطى من كده. ميرسي يا روحي، اتفضلي يا حياتي. حجرين وشوية قهوة يظبطوا الدماغ بدل خبط السهر ولطشة الشرب. ظبطت الدماغ ووزن الكيف على ميزان المزاج، دي لعبتي انا. خدي دي ابقى اضربيها بعدين. ايه ده؟ بس اللي جابهولي قبل كده كان لونه احمر. لا سيبك من الاحمر ده، خليكي في الابيض احلى. ده بتاع بلاد وده الاصلي، ده بقى يعمل ايه؟ يصفر الدماغ ويخليك تبداي من اول وجديد. خلاص هبقى اجربه. اما تعوزي منه بيقولي لي وانا اجيبولك لغايه عندك بدل ما تروحي وتيجي. اللي قول لي يا ماي فريند، انت بتشتغل ايه بالظبط؟ دكتور سنان. نعم. انا هنهزر؟ انا عقبال املتك سفير الكيف وراء النوح في كل خن، تلاقي بصمه ليا في كل ركن، تلاقي صوره ليا. انا بقى هوايتي انعش الدماغ واصفيها من كل زباله الدنيا. عرفتي بقى انا بشتغل ايه؟ طبعا. ايه؟ دكتور سنان. قتلتك دلوقتي وتويتك، الحكومة هتنفعك بإيه؟ هنا يا فندينا، هو ده بقى المقر يا فندينا. هو ده؟ ايوه. اتفضل يا برنس. رايح فين؟ هاجي مع جنابك. لا لا لا، انزل لوحدي خليكم. طب خد بالك من نفسك يا معلم. خد بالك، خد بالك انت من العربيه، بس اوعى تحكها زي عوايدك، ما انا عارفك غبي حك، يتوب عليك ربنا. خد يلا. النهار الزرق. وده شاطرة؟ نعم. بالراحة يا بنت، بتبولي كده ليه؟ تعرف تقري؟ أيوة. طب اقري اليافطة دي. دي ولا دي؟ اقري اللي فوق.
انتخب المرشح المحترم بجاش المري رمز الوطواط. تعال شاطر. نعم. يا بنت بالراحة. مكتوب المحترم. ايوه. ورمز الوطواط. ايوه. تشكريني يا ابلة. العفو. يا اهلا وسهلا يا فندينا. الوطواط. دي خطوة عزيزة عليا يا فندينا. يا اهلا وسهلا. والله ما صدقت وداني انك جاي. يا اهلا يا اهلا. بجاش. معقولة يا فندينا؟ وشرفنا مقرنا المتواضع. قوم يا سونيا. المحترم. مقركم المتواضع المحترم. حسب امر اليافطه. عودة يا سونيا. عودة يا حبيبتي. ماله زي بيتك. محترم. أمال. بقى محترم لما خطيت عتبته. ما شاء الله ما شاء الله. ايه يا بجاشي ده؟ ده انت بقيت ولا نجوم السيما. كل صورة بوضع. وكله أكل عيش يا فندينا. وأنت السادق كله شمال. أكيد مجايتك هنا وراها كلام كتير يا فندينا. خدمة. قصاد خدمة. والحساب يجمع. وماله؟ رقبتي. في واحد يا بجاشي هديك اسمه. عايز أعرف عنه كل كبيرة وكل صغيرة. أصله. فصله. يعني باختصاره بالبلدي عايز اعرف كل اللي تعرف تجيبه عنه. اسمه ايه يا فندينا؟ في حاجتين في الاول. الاولانيه سؤال والتانيه اتفاق. اسمع كل اللي عاوز تقوله يا فندينا. تعرف ايه عن شوق؟ مين؟ شوق مرات الخيل. هتنح بقى وتهته من اولها بجاشي. هي كانت غزيت افراح وانت كنت بلطجي افراح. يعني لا مؤاخذه في ترعه موصوله ما بينكم. ها تعرف ايه عنها؟ كل خير والله. ومن ساعه ما اتجوزت الخال وهي في حالها حتى الترعه اللي ما بيننا اتردمت. ماشي. طب وايه بقى حكايتها مع النوح؟ النوح بتاع الجمال. النوح بتاع الجمال. اسم الله عليك. ماله بتاع الجمال؟ ما هو كان زيه زي غيره داير وراها وجه الخال وقش. دلوقتي جه وقت الاتفاق. الكلام اللي هقوله يا بجاشي هيفضل سر بينا. سر. وانت عارفني ما اكرهش في حياتي قد الخيانه حتى لو تمنها رقبتي. ايه هولك؟ استبينا يا فندينا. قولي اسمه ايه بقى؟ ولا حبيبي. العمروتي. مالك يا بنت؟ بتخشبك انا ليه ولا حكي؟ ابوس ايدك يا معلم. ابوس ايدك على دقني وخليني امشي. لما انت يا اختي عارفه انك ما حصلتيش جريه عندي كنت بتلعبي بديلك من ورايا ليه؟ ها؟ ابوس ايدك يا معلم. ابوس رجليك والله. يا بنت يا بنت قومي مش شايلين ذنب. انا مش قد. قوم الله لا يسيك. انا مش ناقص يا معلم. انا غلبانه وحدانيه وماليش حد في الدنيا ومش حمل اذيه. ومين جاب سيره الاذيه دلوقتي؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. يا بنت يا بنت انا سالتك سؤال ومستني ترد عليه. يا معلم اللي انا عملته ده مش برضايا. مين بقى اللي غصبك؟ أنا مش قد الحكومة. ولا الحكومة قدي. ما يقدر على القدرة اللي ربنا. لا ما بت. يا بنت ما تخافيش. ما تخافيش. أنا لو عاوز أتويكي كنت عملتها من غير ما حد يحس بيها. ولا كان في مخلوق هيعرف لك طريق جرة.
معلم انا انت بس طيب طيبه. انت فاكراني ان انا راجل اهبل اتهطل على البنت اللي ضحكت عليه ولحست نافوخه بكام جلسه مساج وكام ضحكه ميصه وكام نظره رضا؟ بس انت لو كنت بنت بصحيح كنت لعبت على الحصان الكسبان. يا معلم انا من ايدك دي لايدك دي واللي انت عايزه، بس ارحمني والنبي. الرحمه من صفات الخالق سبحانه وتعالى، مش من طبعنا احنا بني ادمين. انت عايز تعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجه، ولا اي حاجه. اللي انا عايزه انت عملتيه خلاص. يعني يا بنت انا اللي كنت بشغلك عند الحكومه عشان يوصل لها اللي انا عايز اوصله. بصراحه انت قمت بالواجب صح الصح، عشان كده انت تستاهلي مكافاه نهايه الخدمه. مكافاه؟ عشان تعرفي ان انا احسن من الحكومه بتاعتك. يبقى هتبقى ودي يا معلم. هتجوزك. اعتبر نفسك في بيتك يا معالي الباشا، فك كده ورحرح وعيش. الرحرحه دي مش بتاعتي انا. رمانه فين؟ جايه يا سعاده الباشا، رمانه جاي. اصبر بس عليا خمس دقايق وهتلاقيها داخله هل علينا. بصي بقى، انا عايزك بشويش واحده واحده كده على روحك. خايف عليا قوي يا اخويا. احنا محتاجينك يا نجمه. خشي برجلك اليمين. اهلا 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 يا حب. اهلا يا ست رمان. اهلا وسهلا. ما تتفضلي تنوري قعدتنا شويه. معلش اصل انا مش عايزه اغرمكم تمن الازازه. لا ازازه ايه؟ الكلام ده ما ينفعش مع الدكتور هنا يا جدع. انت اللي زيك اتعمل له خط انتاج ازاز بحاله عشان يحن علينا. اتفضلي اتفضلي. طب انا هاخد لي لفتين وارجع لك تاني. خد لك ثلاث لفات. شنب اعتبره حصل يا حبيبي. تعالى اهلا بيك. اهلا اهلا اهلا. Oh,
والنبي ما تعملي في نفسك كده، الدنيا يا اختي مش مستاهله دي فانيه بالله عليها. ابعدي يا بيسا عني دلوقتي، انا مش طايقه نفسي، مش طايقه حد، ارحموني بقى. لا اله الا الله، والنبي ده انت سايباكي عين ما صليتش على النبي يا ستي. لا حول الله يا ربي، لا اله الا الله. طب اهدي شويه. الكلام ده صحيح يا مطني؟ ايه اللي صحيح يا حاجه؟ انا شايفها بعيني وهي بتمرمط الراجل في الشارع، وسابته وخد التاكسي وراحت طالعه على البيت لوحديها فرضاني. وانتوا بلغتوا خميس بالكلام ده؟ لا لسه، هو مستني مني تقرير الصبح، بس انا قلت اسبق وابلغ معاليك الاول. انا عايزك تقول له الكلام اللي هقوله لك بالظبط. اقول له ايه يا حاجه؟ ان العربيه زاغت منك، وانت ما تعرفش راحت على بيتها ولا راحت على بيت الجدع اللي كانت معاه. ايوه يا حاجه، بس هي يعني بقول لك ايه؟ نفذ اللي بقول لك عليه. طيب افرض يا حاجه ان هو عرف ان ده ما حصلش. وهيعرف منين يا خفيف؟ هو طايق يشوفها لما هيسالها؟ ماشي يا حاجه، اللي تامر بيه. كده يبقى عملنا اللي علينا، ونفضى بقى لاكل عيشنا. امشي انت دلوقتي. حاضر يا حاجه. المنظر من هنا تحفه، تحس ان كل الناس عريانين، لا حد متداري ولا حد مستخبي، كله مفضوح مكشوف على الاخر. هي ليلتنا هترسى على ايه بعد كده؟ يعني ايه هترسى علي؟ هنروح البيت طبعا. نعمل ايه؟ نروح بعد كل اللف ده وتقولي نروح؟ بقول لك ايه يا براء، انت دماغك عجباني، بس بصراحة كده انت مش الطايب بتاعي. طيب؟ الا طيب، ده انا طيب قوي وابن حلال وعجبك كمان يا بنت. ده انا براء النوح. طب اهدى على نفسك شوية، خلينا اصحاب ويمكن تعجبني بعد شوية. ماشي. بقولك ايه؟ معايا سطرين تيجي نشدهم. مش قلتلك ان دماغك عاجباني؟ حاجة، أنا بحكي اللي حصل يا معلم. معلم يا الله يخرب بيتك، أنت خليت فيها معلم ولا نيه؟ أنت إيه اللي حببته ده؟ أنت عارف العملية دي ممكن ترسى على إيه؟ ما ترسى زي ما ترسى يا حاج، فيه إيه وأنا كنت عملت إيه يعني؟ البنت جاية، ده أنا حتى قلت إنك هتفرح بيا وتسقفلي. أفرح بإيه يا أهبل؟ أفرح بإيه؟ عارف ابوها لو عارف حاجة زي دي هيعمل فيك ايه؟ هيعمل ايه يعني يا حاج؟ يعمل اللي يعمله يعني، وانا كنت عملت ايه؟ اسكت! اسكت خالص! مش عاوز اسمع الصوت، يا ريتك تقول من وشي. قوم يالا، قوم يالا، امشي امشي! خلاص يا حاج اديني ماشي. يا نهار اسود ومنيل، بنت العمروتي بالمستر، ربنا يستر. أحبك، تعالي هنا يا كرم. ايه ده الصباح العسل؟ بحبك. ايه الجو التركي ده؟ بتحبيني؟
انما ايه جو الفطار ده؟ ها؟ انت عارفه كويس ان انا ما بفطرش. تعالى بجد بقى. احلى عسل. تعالى هنا. اوف. كرامه. انت عارفه غلاوتك عندي صح؟ وعارفه انا بحبك قد ايه؟ عشان كده اي حاجه انا عملتها قبل كده او هعملها عايزك تبقي عارفه كويس قوي ان مش قصدي بيها اني اضايقك. ما تخافيش، مفيش حاجه تقلق ولا توتر. انا يعني ايه، حسيت اني عايز اقولك الكلمتين دول. احنا صحيح في سوء مزاج، انما في الحقيقه مفيش حاجة بنعملها على كيفنا. أوقات كتير بنعمل حاجات غصب عننا، يعني عشان المركب تمشي والمصالح بتتصالح. يتوب علينا ربنا. أنا عاوز أعرف إيه اللي بيحصل في البيت ده؟ أنا بقيت حاسة كده إن أنا عايشة في سيرك. في إيه يا مطر؟ ما تصطبحي وتقولي يا صبح. صبح؟ وأنا ما بشوفكش بالليل غير متلقح هنا على السرير، وما أنتش دريان بنفسك وما بسمعش غير شخيرك. وعايزانا فوق عشان إيه بقى إن شاء الله؟ كنت أشوف إيه يا حسرة؟ أنت ناوي تتجوز عليا يا براء؟ وانت يهمك في ايه يعني؟ هتعملي لي بقى فيها غيرانه ومش عايزه جوزك يتجوز عليك يا اختي؟ اسمع يا براء، انا ابويا سماني مطره عشان ارطب على قلوب الناس اللي حواليا، ومن يوميها وانا بستحمل كتير وبخزن زي اجدعها جمل بتربيه عندك. بس يوم بقى ما هتجيب لي دره وتخليني على ذمتك هتلاقي مطره تانيه خالص غير اللي كنت تعرفها، مطره مصحوبه برعد وبرق يقلب حياتك عليها وطيها. فاهمني؟ انت بتهددينا يا مطره؟ يكون في معلومك انا لغايه دلوقتي ماشي في سكه تراضي ما بيننا عشان عظم التربه. ها؟ إنما أنا لو حطيتك في دماغها مطرة هشيلك من على وش الأرض، هعلقك كده بين السماء والأرض، هخليك تتمني الموت وما تطلهوش. وعايزك تطمني، تطمني أوي، أنا مش هتجوز عليكي مش عشان ميت في دباديبك ولا عاشق سواد عيونك، لا، عشان انت قرفتيني من جنس الحريم كله. بس ابوك ناوي يعملها. ابويا ايه؟ هتجوزها. تتجوز مين يا حاج؟ انت مش لسه قايل ان انت قررت انها يعني الحكومه؟ عايز تتجوزها؟ انت عايز تجنني ولا ايه؟ ده بدل ما تقولي روح طويها وارميها في اي صفحه زباله واخلص منها. مش بقول لك هتفضل طول عمرك غشيم؟ يا افهم، بنت دي الحكومه زرعتها في بيتي، يعني تعدوا حرمتي ودهسوا فرشتي. اعدي انا كل ده بقى؟ لا، تعدي ازاي؟ ده انت لازم تكافئها على مجداتها العظيمه وتتجوزها وتعمل لها احلى فرح في الدنيا. بقول لك يا حاج، ما تعزم الحكومه كمان بالمره. وربنا فكره ما خطرتش على بالي يا واد. انت عايز تشلني يا حاج؟ عايز تشلني؟ يا ابني الهداوه، افهم، الجوازه دي اكبر كف للحكومه. بقول لك يا حاج، مبروم على مبروم ما بيلفش، وانت عارف ان انا صايع ومدقدق. قول ان البت عجباك واكله لك مخك. من ناحيه عجباني؟ عجباني،
انما بقى واكله مخي ليه زياده حبتين. بجوازي منها هبقى قطعت اي حبل موصول بينها وبين الواد الظابط ده. انما لو قتلتها معلم اول واحد هيلبسها انا، وده اللي هما مستنيينه. عاوز نصيحة ابوك، اوعى تسيب عظمه وراك، لان هتلاقي كلاب كتير تحوم حواليها وتجيبك بيها، ودي غلطه اي واحد بياخد اللحم ويرمي العظم. Good evening, gentlemen. Please allow me to introduce to you Mr. Khamis Abu Senna, also known as Efendina. Assalamu alaikum. بقول لك يا حبيبي. ايه ابيض والله. ابيض والله. قول لي فين بيت العسكري المغاوري؟ العسكري المغاوري اهو الشباك اللي هناك ده. بس لو ما مشيش معاك احمر معانا بني حاجه نظيفه. على فكره انا اللي بقضيله. ابعد من هنا خالص يا حبيبي، ابعد من هنا خالص، مش عاوز اشوف لك اثر هنا. ارمي السيجاره اللي فيها دي، ارمي السيجاره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز حاجه يا اخويا؟ العسكري مغاوري. ايوه يا اخويا موجود بس مريح شويه. طيب ممكن تديله خبر ان انا عاوزه؟ طيب اتفضل اصححهولك. حاضر. مغاوري مغاوري اصحى يا مغاوري. ايه عايزه ايه؟ في واحد يا اخويا بيسال عليك. قوم يا ولد. مين؟ قوم افتح الباب بسرعه. يا رب يا ساتر. بس ماشي. اسف باشا. طبعا فول يا باشا. على مهلك. ازيك يا باشا؟ تعالى قوم ياض نام. قوم. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. ازي سعادتك يا باشا؟ الحمد لله على سلامتك يا مغاوري. الله يسلمك يا باشا. اجري يا بنت بسرعه، خلي حد من العيال يروح يجيب حاجه ساقعه ولا اي حاجه حلوه. يلا. لا مالوش لازمه خالص، مش عاوز حاجه. لا اودي اودي تيجي برضو، ده احنا النهارده زرنا النبي، لازم تشرب حاجه. والله ان كان ولا بد يعني يبقى كوبايه شاي. الباشا معلقه سكر واحده. ها يلا بسرعه. حاضر يلا. وانا قوم قوم يا ولد. قوم تعالى تعالى قوم. خطوه عزيزه يا باشا. يعز مدارك يا مغاوري. انا لما عرفت انك مديت اجازتك قلقت عليك او سالت عليك، قالوا لي انك تعبان، قلت لك اطمن عليك. اه يا باشا، ده والله الواحد ما فاهم، حلي مهدود وصدري زي ما سعادتك شايف كده، شكلنا عجزنا يا باشا. اه والله رجعت 100 سنه لورا. عيالك دول يا مغاوري؟ Au début de l'année 80, quand le coq a apparu, il y a bouleversé le marché. Et c'est ça le signe d'un bon marché promissant. Et votre pays a montré des grands pas de progrès dans son marché. في بداية الثمانينات لما ظهرت البودرة قلبت السوق بمكسبها اللي كان 4 أضعاف الحشيش، وانتشرت البودرة وما اختفاش الحشيش، وهي دي علامة جودة السوق الناجح. وبلدكو قدر انها يعمل طفره في نجاح هذا السوق. Aujourd'hui, le tramadol a pris fort au marché et son pouvoir de concurrence est devenu de plus en plus évident. Surtout qu'il est en le moins cher et le plus facile à transporter. النهارده الترامادول ظهر بقوه في السوق وقدرته على المنافسه بقت اقوى بكثير، خصوصا انه الارخص سعرا والاسهل نقلا. And its benefits become 10 times the benefits of the other kind. It's especially known for its sexual effect, and this is the fastest way to publicity. ومكسبه وصل لعشرة أضعاف غيره، خصوصاً إنه مشهور بمساهمته الفعالة في العملية الجنسية، ودي أسرع وسيلة دعاية له. Nous voulons que le tramadol prenne sa place côte à côte au coq et au hache pour que le marché égyptien garde sa qualité. احنا عايزين الترامادول ياخد مكانه جنب البودره وجنب الحشيش عشان يفضل السوق المصري محافظ على علامه جودته. And for not making the same mistake as our predecessors, we must be conscious
of every product that is to complement the movement of the market so that it can accelerate at any given time. وعلشان ما نقعش في نفس الغلطة اللي وقع فيها غيرنا زمان لازم نبقى واعيين كويس قوي إن أي نوع مخدر جديد هو مكمل لحركة السوق ومنشط في بعض الأحيان. C'est-à-dire, c'est possible, on peut très bien diminuer le H, diminuer le coq, dans le quartier où le tramadol n'a pas encore été propagé. Et dès qu'il prend sa place normale, le mouvement de vente des autres produits revient communautaire. يعني ممكن قوي نخفف الحشيش ونقلل البودرة في المناطق اللي لسه ما انتشرتش فيها الترامادول وبمجرد ما ياخد مكانه الطبيعي ترجع حركة بيع الأنواع التانية زي ما كانت. الأصل شاح المضروب زي المية، لا طعم ولا لون، الدماغ هتنفجر. وكده يا باشا زي ما تكون نحاست، يعني كل كده على بعض يا باشا تحس زي ما اكون مضروب في الخلاط. عفرت كتير في الاخر ما قدرتش، وقعت زي ما سعادتك شايف كده. انت لسه بتضرب الجباب ده يا مغاوري؟ ما عادش ينفع نخلع منه يا باشا، خلاص ده بقى بيجري في الدم. بعدين من غيره يبقى الحال زي ما انت شايف كده، لا قادر اقيم حيلي ولا قادر اقف على طولي. ده غير لما صدقت يا باشا ان العاهه بان عليا عشان اخلع من واجب لحد ما اشوف لي صرفه. انت عارف يا مغاوري انا ليه دورت عليك وجيت لك لحد هنا؟ لانهم لما قالوا لي انك تعبان كنت متاكد ان اللي رميك ومعييك هو الهباب اللي انت بتبلعه ده. عشان كده قلت اتاكد، وبعدين اتاكدت. مكتوب يا باشا. ده مرض يا مغاوري ولازم له علاج. ربنا هو الشافي يا باشا. ربنا ادانا عقل يا مغاوري علشان نفكر بيه، مش علشان نغرق نفسنا الغرقة السوداء اللي انت مغرقها لنفسك دي. في حاجة يا باشا؟ هو مغاوري مزعل حضرتك في حاجة؟ لا ابدا، انا اللي متضايق شوية. اعمل لساعتك شوية نعناع يروقوا دمك؟ لا ملوش لازمة، انا ماشي. ما بدري يا باشا. مغاوري لما تقف على حيلك وتوصل بطولك بديني تمام في المكتب، عشان في كلام بيننا لسه ما خلصش. أوامرك يا ياسر باشا. صباح الفل والياسمين. ايه ده يا ابلة ده؟ ايه كل السجاير دي؟ انت كده بتنتحري. كله محصل بعضه يا بيسا. هو المالطي ده قال لك حاجه زعلتك؟ المالطي عايز يعريني يا بيسا، بيسلمني زبون. شفت انا وصلت لايه؟ ناقص يسعرني بين الزباين. قطع لسان اللي يقول عليك الكلام ده يا ستي، قطع لسانه 100 مره. هو عارف كويس قوي انك زنت المحل وست الستات والكل عارف الكلام ده. مش هنضحك على بعض يا بيسا. خلاص اضربي له اليوم وما تروحيش الشغل النهارده. مش هينفع وانت عارفه كده كويس. ايوه بس ده انت كده هتقعي من طول. هشرب قهوه وافوق. معايا حبايه حمراء من اللي خدتيها المره اللي فاتت. هاتي يا اختي، هاتي اي حاجه عشان اقدر اصله بطولي بدل ما اقعد على المسرح والزباين يضحكوا عليا. ايه يا العسل دي؟ دي قطران مش عسل. خدي هتبقي فله. عارف اللي حصل النهارده ده خميس معناه ايه؟ معناه ايه يا باشا؟ معناه ان الناس دي اختارتك تبقى الراجل بتاعها. ما ده طبعا بترشيح من معليك. انت اللي جاي يا خميس. بدماغك واتصالاتك السوق هيكبر والمصالح هتكتر. يا باشا انا عمري ما اشتغلت في البودره. عايزني اشتغل في الكيمياء؟ انا بتاع مزاجه بس. مزاج بس، حشيش بس. خليني كده، ليه عايز تهدفني في البعيد؟ ما انا بتاعك برضه في القريب. انت هتزيح من على صدري هم كبير قوي يا خميس. النوع كبر خلاص وابنه اهوج. وابو سلمى جربناه وما نفعش. يبقى الامل فيك انت. انا عمال اقلبها في دماغي من ساعه ما قلتها لي، مش لاقي لها ملكه. عضه معايا ومش سالكه. ما القرشين اللي نصصتهم مع النوح كانوا جايين من الكيمياء برضه ولا ايه؟ لا يا باشا دي غير دي. تانية كانت حق بترد لاصحابه. انما الهلومه بتاعت النهارده دي ده جو خض، ده عيل دارسه. انت خلاص خطيت العتبه يا خميس. يعني حدفتني شمال يا باشا.
مش انت اللي بديعها وبتقول انه كله شمال؟ يتوب علينا ربنا. بضحك. ها طمني يا علي، عرفت حاجة؟ ما بتردش خالص، اختفت تماما. أكيد إنه كشف. أنا كنت متأكد إنه كشف، بس كنت مستني بس أشوف هيعمل معاها إيه. يكون قتلها؟ أمال وداها فين؟ احتمال تبقى لسه في الفيلا. احتمال، واحتمال يكون سفرها بعيد. والله كله هيبان. إحنا خسرنا مصدر مهم جدا. هتصدقني يا علي لو قلت لك إن المصدر ده ممكن يكون هو اللي مضللنا من الأول خالص؟ قصدك باك فاير؟ لا 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 لا، كل اللي كانت بتقوله كان بيتحقق بالظبط ومتفق مع التقارير والتحريات بتاعتنا. عشان كده لازم نراجع حساباتنا في كل المعلومات اللي كانت عندنا ونبص للموضوع بشكل مختلف. أكيد هنوصل لمعلومات جديدة، أكيد. فكر بره الصندوق يا علي، بره الصندوق. بره الصندوق؟ آه بره الصندوق. وعين هو كل اللي اتعلمته من تجار المخدرات باك فاير؟ العفو يا باشا، أنا هفكر بره الصندوق أحسن. بعيدتي يا بنتي مزغودة، يطلع منك كل ده. اسكتي، أنا هشيل بتاع اللي على بقك ده، بس هيك يحسك يطلع ليخلصوا علينا وانتي. والنعمة أنا خلاصي خلاصي اديك على قفاكي. والنعمة أنا مظلومة ما عملتش حاجة، ده أنا غلبانة وحياة ربنا. يا بنت أنت هتستهبلي يا بنت، ده أنا شايفاكي وسمعاكي بودني. شفتي وسمعتي إيه طب يا ست مطر؟ حكايتك مع المعلم من الحكومة لحد الجواز. خرستي يعني؟ والنعمة أنا مظلومة واديكي شايفة يعني المعلم رماني اهو وسابني. انت يا بنت كنت بتتجسسي علينا. والنعمة أنا مظلومة وحياة ربنا أنا مظلومة، ده ظابط كده يعني أنا حتى مش فاكرة اسمه حاول يقرر فيا بس أنا ما قلتلوش حاجة. شفتي بقى لعبتي لعبتك عشان تجيبي رجل الراجل ويتجوزك. يتجوزني؟ يعني هو لو كان ناوي يتجوزك أنا هيرميني الرمية السودة دي؟ ما هو خايف لا تزوغي. نبي يا ريت يتجوزني، هو هينوبوا ثواب فيا، اصل انا مش حمل مرمرة الشوارع. بقول لك ايه يا ست مطر؟ عايزه ايه يا بنت؟ ينوبك ثواب فيا كده يا رب قادر يا كريم، في ايديك الطهره دي تجيبي لي شويه محشي على فرخه كده. عايزه فرخه ومحشي؟ اصل انا موقوته كده وما اكلتش حاجه من في ايه يا ست مطر؟ على بنتك انت موقوته. اخراسي خالص والله لا صعب. اخراسي لحسن الناس الشبشب ده على جتتك. اخراسي تاني. ماشي ربنا على الظالم والمفتري. لو اخراسي خالص اخراسي ما اسمعش حسك لناس الشبشب على دماغك. والله انت صعبانه عليا في قعدتك دي. ليه يعني؟ عشان لسه ما قاليش اي حاجه ولا هيقولك؟ يا بنتي ده بيعاملك زي ما تكوني اخته الصغيره ولا حطك اصلا في دماغه، وكل اللي انت بتحكيه هو اللي بيقول كده. احساس انا بيقول غير كده. لو شفتي عينيه هو ملهوف عليا ساعه الحادثه، ولا لما جالي يتسحب زي العيال الصغيره وقعد يحكي معايا لوش الصبح، كل ده ومش حاسس بحاجه. انت عايشه زمن عدى وتهلس من مسلسلات التركي. فوقي بقى يا بنتي. الدنيا من غير مشاعر لا تتحس ولا تتعاش، وصدقيني حبه حب قد كده هما اللي بيخلوا واحده زي تقدر تعيش وتكمل في الدنيا، ولو اتحرمت منهم مش هقدر اعيش. يا بنتي خليكي واقعيه، عيشيها زي كده، عيشي الحياه زي ما هي، ما تزوقهاش ولا تحطيها في برواز قديم. وبعدين حبايه لا بلبحها ولا نفسي مش عارفه اي حاجه في اي حاجه. النفر مننا بيجيله الفرص مرات قليلة أوي في حياته، الشاطر بس هو اللي يستغلها ويكسب منها على قد ما يقدر، إنما الغبي هو اللي يسيبها تمر من قدام عينه
من غير ما يقفش فيها. وانا بقى ما سبتش اي فرصه الا ما قفشت فيها بايدي وسطي وعملت كل اللي اقدر عليه عشان ما تفوتنيش. وده اللي خلاكي في وقت قصير قوي تبقى اهم نجمه من نجوم المحل، ومش بس كده صورتك تكبر ونمرتك تتثبت. دي علب ومقفوله والكل متكربس فيها، بلاش عوق مع الناس دول، لحسن دول قرصتهم والاب قبر يلمهم كلهم. انا خلاص زهقت من العيشه دي، زهقت. العيشه دي انت اللي رجعت لها برجليكي وبوست الايادي عشان يبقى لك مكان فيها. روحي يا بيسا راقب الكيك بتاع البرنسيسه. عيني سيدي. اسمع يا مامت، انا معاك في كل اللي انت عايزه، بس برضك الموضوع مش بالغصب. مين قال انها غصب؟ انا قلت انها غصب؟ الراجل اللي راح يعيط لك وجاي لحد هنا عشان تاخد حقه. سيبك من الراجل ده، انا خلاص رضيت وخلصنا. امال جاي ليه يا اخويا؟ عشان الكيت؟ جاي عشانك انت، عشان غلاوتك. انت عارفه غلاوتك محفوره في قلبي قد ايه. قصر وهات من الاخر. دكتور الهرده بره في الصاله. هو ايه؟ كل ليله؟ ان شاء الله تبقى الف ليله وليله. المهم ان هو يكوع واحنا نكسب. الراجل متسلم تسليم اهالي، انا عايز الم مكسبي عشان انت تقبضي. ولا ايه يا ميمي؟ يكتب علينا ربنا. يعني ايه يالا؟ انت اهبل؟ والله هو ده اللي حصل يا فندينا. يعني هي شافتك فزاغت منك؟ ولا انت سرحت فتاهت منك؟ لا معرفش. يا نهار ازرق. طب راحوا على بيتها ولا طلعوا على بيته؟ هي مين؟ هي مين ايه؟
ما انت جاي تقول لي ايه؟ ما اعرفش. ولا انا مش هقول لك البت تحت بيتها؟ ما انا عملت كده ولبت تحت بيتها لحد الصبح، لحد طلع ولا حد نزل. ماشي يا رمانه ماشي. اسي خميس، اسي خميس، الحاجه عايزاك. اوعى يا اتفضل. اوعى ست شوق، بأمور ست شوق. ازيك يا مطني؟ الحمد لله. انا عارفه انك هتركز معايا كده وحضور. ماله افندينا؟ لا مزاجه مش رايق حبتين. ليه يا مطني؟ ايه اللي حصل؟ ما اعرفش، اساليه هو. وهو انا لو عايزه اساله هاخد الاذن منك انت؟ يا واد انت ما تزعلنيش منك، المعلم زمانه راجع. ما حضرتك عارفه يعني الاوامر، ما اقدرش ما اقدرش. ماشي، مش هسألك على أفندينا، بس هسألك سؤال تاني وتجاوبني من غير لف ولا دورة. العين دي قبل العين دي. مين رمانة؟ رمانة؟ رمانة اللي أنا كنت براقبها؟ أيوة. معرفش. غور يلا من هنا، غور. مش هسيبها ياما. افرض العمروتي وبنته طلبوا منك كده. روح. ما حدش اتشرط عليا ياما، انا اللي عايزني ياخدني زي ما انا حلو كده، وانا ما ضحكتش على حد، الكل عارف اني متجوز، وكرامه مش هسيبها، سواء خدت بنت العمروتي سواء ما خدتهاش. انت عارف ان العمروتي ممكن يجبرك تطلقها. يجبر مين؟ يجبر بخاطرك ربنا. فيا وش يا ابني بره، يلا بط، يلا راحه راحه، واشربوا شاي. يجبر مين يا امه؟ انا ما حدش يقدر يجبرني على حاجه، انا افندينا. انت لحد دلوقتي ذكرى حلوه في السوق واسم بيلمع، لكن ماضي. لا انت عايش في البيت اللي خده منك النوح، ولا جبت الحفيد اللي هيشيل اسمك. وانا لو عايشه لك النهارده ما اضمنش بكره. بعد الشر عليك، يديكي طوله العمر. لا طول ولا قصر، هي ساعه ومكتوبه ومحسومه. وانا مش هموت يا خميس الا لما ارجع بيتي واشوف من ظهرك عيل يشيل اسمك. ياما انا ما اقدرش اظلم كرام اكتر من كده، كفايه اللي شافته معانا. البنت حسها راح اما شافت ابوها غرقان في دمه قصاد عينيها. مش هنعيده تاني يا خميس. انا بفكر بس، بفكر بصحصح الذاكره. دي بنت اخوكي. لسه فيك حته صاحيه مخوفاني عليك. لا اله الا الله. طمني يا ام، طمني. العمروتي شاريني كده وانا عاجبه زي ما انا كده، واللي بيعمله معانا بياكد لي كده. الراجل بيفضيلك سكه عشان تبقى كبير السوق، وحطك مع الكبارات، وحطك في وش الكل. دي فرصه، فرصه يا خميس، اوعى تسيبها علشان اي حد مهما كان عزيز عليك. النبي انت ما رحتيش قلت الكلام ده للخيل وسبتيه يقع في شبكه شوك؟ البنت انا سالت عليها جابولي قرارها اللي انتي ما قلتيهوليش، طلعت بنت تاريخ. يتوب علينا ربنا. وادي يا سيدي امضتي، وان شاء الله بعد ما انجح في الانتخابات كل الوعود اللي قلتها لاهل الدايره هتتنفذ. رقبتي ثانيه واحده، اديله خبر بس. شو لا مؤاخذه حاج، لا مؤاخذه حاج، ست غلبانه من اهل الدايره جاية طلبة مساعدة، وطبعا انت عارف الحسنة المخفية. انست وشرفت يا حاج، انست وشرفت. سونيا خليكي معاها، يلا مع السلامة. ايه في ايه؟ مالك؟ شفت عفريت ولا عضك حنش؟ مالك وشك جاب ميتلون ليه؟ ابدا، اصل افندينا عارف سكة المكتب وبيعدي عليا كتير. طب يا اخويا ما تخافش، سايباه لسه قاعد بيتسامر مع الحاج، وانا مش هعوق، هما كلمتين وهمشي على طول. ما ايه الكلمتين؟ قوليهم بسرعه وخلصيني. الله يرحم المراسيل اللي كنت هاريني بيهم بس عشان اجي ابص عليك بنظره واحده. ايوه بس مش هنا، المره اللي فاتت عدت على خير، ومش كل مره تسلم الجره. افندينا عنيف في كل حته، وانا مش عاوز ادخل معاه في سكه عواء وانا داخل على الانتخابات. اخص على الرجاله، اخص بقى. ده بجاش المري اللي كانت كلمه منه تهز اجدعها شنب
الله يخرب بيت السياسة. هي يا اخويا السياسة بتعلم على الرجالة وتعمل فيهم كده؟ يو يا شو يو ايه هما الكلمتين اللي عايزة تقوليهم؟ هو طلب صغنن عملته اتقيت شر، ما عملتوش وفستكت مني كده زي ما انا شايفة، يبقى تدعي المولى بقى ان يتولاك من اللي انا هعمله فيك. طب ايه هو الطلب الصغنن ده؟ بلغني انك لابد لأفندينا ليل نهار، وانك بتزبط له قعدات الأنس في الخن بتاعك. يا عيني عليك يا شو. ايه واستكهفك على هز في الخن؟ هي الحكاية يا اخويا فيها هز وسط، بس مش وسطي انا، وسط ناس تانية، وانت اللي هتجيب لي قرار. ما تخلصينا يا شو، هي فوزير بنت رقاصة اسمها رمانة واكلة دماغ افندينا، عايزك تجيب لي كل كبيرة وصغيرة عنها، واوعى تقولي معرفش. لازم تعرف، مش معقول انت مش هتعرف تجيب لي قرار واحدة شمال زي دي يا مول. شكلي كده نقلت العطا ورسي على افندينا ورميت طوبه الكل. اللي على فكره هو المعلم ابو سنه سلم نمر وطلع معاش. معاش اللي يقول على سيد المعلمين كلمه زي دي؟ حلاوتك حلاوتك يا شو. اقعدي اقعدي نشرب كاسين، واللي يعرف افندينا لمؤاخذه يروح يقول له، واللي يحصل يحصل. هشرب كاسين بس اوعى العشم ياكلك. العشم هياخدني للذي مضى. يا خراشي على الذي مضى. فاكره يا بنت ما بيسالش عليا ابدا، ولا بتشوف عينيا ابدا. كملنا كلام وحديد وغرام وانا في الحواديت. ينيلك فكرتني بايام الهي لا يعدها. يا صباح الفل. كنت فين يا استشو؟ كنت بقضي مصلحة لواحدة حبيبتي أوي. واحدة حبيبتك؟ أوي. والخال عارف بقى ولا دي مجاملة منك؟ لا ما هو الخال مديني تصريح مفتوح. كمان؟ حلو الكلام ده. طب يلا بالسلامة. طب ما يلزمش مني أي حاجة. فكر. شكريه. والوقفة دي مش حلوة. يلا. بالسلامة وصبحينا على الخيل. يوسف يا اختي. يلا يا ماما. ولا فندم مين اللي يخصنا النواحي دي كده؟ بطرح مكانك جاي يا ست شوق. ايوه معرفش ما استعملتش غيرك اللي اساله. شاطر يا واد يا ريس، وعرفت تجيب كل المعلومات دي في المدة دي. بقولك ايه، انت متأكد ان الولاية دي كلبة فلوس؟ يعني تبيع اي حد عشان قرش زيادة؟ لا خلاص كويس كده، دورك لحد كده في موضوع حنتومة وانتهى. عاوزك تركز بقى في خميسة فندينا، عايزك تجيب لي خط سيره بالساعة وبالدقيقة، وما تقوليش بقى بيروح الغرزة ولا المكتب عند المحامي. لا من ساعة ما يصحى لحد ما ينام، يعني لما أحب أجيبه أجيبه. طيب ماشي سلام. أنت بقى مش فاضل بقى غير البنت سوريا، ودي لازم لها حل. امتحانات المباحث حصلته في 3 أسامي، تحرياتي انا بقى حددت الاسم الوحيد اللي ممكن قوي يكون عملها. اسمه ايه بقى؟ اسمه لو سمحت. اسمه يا سيدي اسمه لؤي الشريف ابن تاجر الماس كبير. مش مهم ابن مين؟ لؤم انت متاكد؟ اقصى عليك خميس، انت بتشك في امكانياتي. ده انا طلع عن اهلي كمان لغايه ما وصلت له، بس ما رضيتش اعمل معاه اي حاجه الا ما تقول لي الاول انت عايزني اعمل معاه ايه. انت كده يا متر مهمتك انتهت.
الاسم والعنوان مكتوبين في الورقه دي. بس الواد ده اهله تقال يا خميس، وانت لسه يا متر انت تجيب المعلومات وتهبط اتعاب. خميس انا خايف عليه، القانون صحيح له ثغرات اللي زي بياكلوا عيش من وراها، بس كمان له انياب لو قفشت في لحمك ما تطلعش الا بالدم، وانت مجرب. وبعدين فوت من الحمد لله بقت كويسه، يعني ملوش لزوم العوق. يا سلام خميس، كلامك كتر قوي يا مطر. البني ادم مننا لما كلامه بيكتر غلطه بيكتر. انا ما قلتش حاجه يا معلم، انا بس كنت بسال. هتفضل حابس البت كده كتير؟ انت مالك؟ الله، حاشره نفسك في حاجه زي دي ليه؟ اصل اكتشفت ان حالها من حالي. انت حابسني في جوازه ابنك عشان خايفه اقرب كلمه كده ولا كده، وحابسها برضو وانت عارف انها جاسوس. فترة كلمه زياده وحنسى انك مرتبني. تنسى؟ ما نسيت من زمان يا معلم واللي كان كان. انا بس عايزه اقول لك كلمتين اتنين ما فيش غيرهم. سيب البت في حالها وانا كفيله اخليها تقفل بقها. يا سلام، قلبك عليها قوي كده. بصراحه البت صعبانه عليا وغلبانه، وبصراحه كده مستغرباك. مستغرباني ليه بقى ان شاء الله؟ يعني منين حابسها الحبسه دي ومنين عايز تتجوزها؟ انا مش فاهم انتوا مالكم ومالي، حاشرين مناخيركم في سكتي ليه؟ اتجوز ما اتجوزش كله بكيفي انا، مش بكيفكم انتوا. انا عارفه ان البت عاجباك وداخله دماغك، بس انا كمان ست وافهم في النسوان، والبت سوريا دي زي الوبور العمران، ان ضغطت عليه شويه يفرع في وشك. وده عيب النسوان، بس اطمني يا اختي، انا اعرف كويس قوي امتى افضي الوابور. ماشي، غالي والطلب رخيص يا فندينا. لعلمك انا اقدر اخلي اي عيل من عندي يعملها، انما انا احب ادي العيش لخبازه عشان الشغل يطلع نضيف نضيف. يطلع ايه؟ نضيف نضيف ويتوب علينا ربنا. دين انت بس الدادة الايه؟ المعلومات يعني. لا لا، قول لي الاولانيه. الدادة الدادة. الدادة يا واد انت الدادة بحبك. حلاوتك يا فنينة. ما جاش يا حلو. فاكر يا ده لما كنت بتسرق يا ده تبني من عندنا وتاكله انت؟ ساعتها البيمة زعلت. انت مالك انت ملحنة المكاتب؟ انت مالك؟ انا عليا ليك وسيب الباقي عليا. ماشي، خد يا سيدي الدايدة بتاعتك، ارضع منها براحتك. ما جاش هو انا كده تعبتك؟ قال لا 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 لا، تعبك راح المرة دي، اتعب لك المرة الجاية تسندني في الانتخابات. ماشي، يوم الانتخابات هتلاقيني واقف في ظهرك. والبضاعة يا فندينا، أول قطفة من اللي جاي باسمك يا مري. حلاوتك حلاوتك يا فندينا، دي أخلاق المعلمين وإلا فانا. ولا على رأي المثل، إيه؟ لا يأسم على الحياة ولا حياة لمن تنادي. يعني ولا حاجة. انت خشش المجلس تعمل ايه؟ ده احنا هنشوف ايام سودا. عامل ايه يا عروسه؟ ايه؟ فهمت. يا معلم تعتقني الوجه الله، انا خلاص طبت مش هعمل كده تاني. معلش، كان لازم احميكي من نفسك، لا الشيطان يرجع يوزك ويلعب بعقلك تاني وتهجي وتروح لاخواننا البعض. خلاص يا معلم انا طبت والله، انا من ايدك دي لايدك دي. يعني
خلاص عيدنا وعرفنا ان الله حق. خلاص يا معلم، والله ما هعمل كده تاني. انت حتى لو طلبت مني اولع في نفسي واستيوب هعمل كده، بس خرج من هنا والنبي. ما ترى؟ نعم يا معلم. فكيها وخديها نظفيها ونفضي تراب الكركبة دي من عليها ورجعيها بني آدمة من تاني. شفتي إن أنا أحن عليكي من الحكومة؟ ومش كده وبس يا مطر، انزلي كمان اشتري لوازم الفرح، أنا عاوزة عروسة على الفرازة، ولو قدرت تفرديها شوية فرديها. ماشي يا معلم. هزيتي يا اختي وعديتي ها؟ بيحولوا يا اختي بالجلابيه على الفحم والشيشه. ايوه بقى تكنيله موكوسه. اي في عينك. لا ما ينفعش يا علي، ما ينفعش نقرب منها اكتر من كده، لان لو قربنا منها اكتر يبقى بنأكد علاقتها بينا وهنضحك علينا نوح اكتر واكتر كمان. امال هنسيبها بعد كل اللي عملناه معاها ده؟ ما البت دي مش سهله خالص يا علي، البت دي بتاعت فلوس، واضح ان نوح معكمها كويس قوي عشان ما تقولش على اي حاجه شافتها. نجيبها بالغصب ونربيها لحد ما تقر. هتجيبها هتقول لك على كل حاجه، واول ما تسيبك وتروح للنوح هتقول له برضه على كل حاجه. البت دي بتلعب على الونجين، ما يهمهاش غير الفلوس وبس. والعمل ياسر بيه، احنا كده بنبعد عن النوح وخميس وسايبين لهم الطريق يبرطعوا فيه زي ما هم عايزين. في حاجه علي احنا ما فكرناش فيها. حاجه ايه يا باشا؟ حريم الرجاله دول. حريمهم؟ مش فاهم. هقول لك. ضاويه، كرامه، مطره، شوق، سوريا، حريم الرجاله دول لو عرفنا نرصدهم بعينينا كويس قوي هيبقوا الطريق السهل للوصول للرجاله دول. الملط مين؟ الملط بيضون؟ طبعا عارفاه يا بجاشي، ده راجل نتن وديله نجس. هي تبعه؟ تبقى مره شمال. طب قولي هو شغال في انه خرابة دلوقت؟ ده سلو عيلتنا، نقص شريط شغلنا بعيش وملح، والسمك خير البحر وربنا حلله زي ما حل لقمة العيش. والفاتحة على هيال اللي باصله ما يرعيش ربنا في أكل عيشه. آمين 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 يا رب. كل جمبري يا معلم ضاحي. ماشي يا فندينا. مد ايدك يا معلم. هللة بسم الله يا رجالة، مكسوفين ولا ايه؟ احنا عايزين نطمن على الشغل يا معلم ونعرف نصيب كل واحد فينا في المصلحة دي. لا اطمن يا معلم، شغل كتير والمصالح اكتر ان شاء الله. والمصلحة اللي بين الرجالة بتدوم يا معلم هللة، وده اللي احنا عايزين نأسسه في شغلنا. اتفضل يا معلم، ما احناش عايزين حد غريب يدخل وسطينا. الأوامر كلها وصلت السوق يا فندينا، والكل عارف ان السكة رايح جاي من عندك ومحدش يقدر يخرج بره قضبانها. مسؤولية يا معلم، مسؤولية. ناكل بقى صبيط عشان الصبيط بينعش المخ ويعلي ادراك الحس. مدوا ايديكوا يا رجاله وكلوا، ما تخافوش هنغسل ايدينا وهنروح نضيف نضيف. ايوه يا فندينا، بس السوق شاحح قوي والزبوع عطشان وريقه بقى انشف من الحجر. نبلوا يا سلام. نبلوا. بس نظبط السعر. بس خليك في الحنين علينا يا فندينا. ومن امتى عيت ابو زنه كانت بتيجي على رجالتها يا معلم؟ احنا سلو شغلنا ان الكل ياكل عيش، وده عشمنا فيك يا خال.
الخيال جاب من الآخر وقال على سر الطبخة ووعد مني ودم يسيل كده يا رجالة لو حد أمن على الترابيزة دي مكسور الخاطر. عشت يا فندينا عشت. بس الطبخة زي ما ليها سحرها ليها سمها وسحرها للي يصون الكلمة والعهد وسمها على اللي يخون العهد والكلمة واللي أوله شرط آخره فلنا. يتوب علينا ربنا. على فين العزم يا ابو سنة؟ اصل شوق مخنوقه شويه قلت اخدها تفك عن نفسها في اي حته. وانت ايه اللي خانقك يا شوق؟ الكتمه بين اربع حيطان يا حاج. اتخنقت قلت اخرج اشوف الدنيا. ما شبعتيش من اللي شفتيه يا شوق؟ ده كان زمان يا حاجه. ولا عايزاني اغني له واقول له ارجع ولا اعيش حياتي احسن مع جوزي وحبيبي وراجلي وسيد المعلمين كمان. تسلمي لي يا شوق، تسلم لي لسانك اللي بينقط شاهد ده. تعيش لي يا عين شوق. مش يلا عايزه حاجه يا حاجه؟ احنا مش هنتاخر. ولا تتاخروا، كله محصل بعضه. هات يا جمال يا رب. يلا يلا. كله يعيش مع نفسه اللي ناوي جروحه واللي زعل نفسه هو اللي جرى على روحه. يعيش مع نفسه اللي ناوي جروحه يلا واللي زعل نفسه يلا. كله يروش كله يفرفش عيش مع نفسه عيش كله يدلع واللي يدلع لا 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 ما تزعليش. شكلك يا بيسا من ساعات ما ادتني البتاعه دي وانا دماغي هتنفجر. شنيور شغال وش في دماغي. بتاعتي انت ضرب حاجه؟ نص حبايه من الهباب شقلبت كياني كله مش هسمع كلامها تاني بنت الجزمه. طب على مهلك يا اختي. رمانه يا دكتوره. اهلا 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 يا قمر. اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي. سلامتك. اموريني وانا اجيب لك اسطول دكاتره يبقى تحت رجلك. بس انت تقشري. انا تمام. احلى ازازه بعد ذاك النجوم الليل واخره. مرسي يا شلبي. أنا تحت الأمر والطاعه. وريني كده. الملكة اتنفضتي كده ليه؟ ما احنا كنا كويسين. ايه
ايه ده؟ في ايه؟ اثبت. امرنا يا فندينا. شيل الزباله دي من هنا، عايز الترابيزه نظيفه. ايه ده؟ مجنون ده ولا ايه؟ انا مش فاهم. يلا. ايه ده؟ اهدى يا دكتور، انا فاهمك على كل حاجه. يلا. معلش تعال اقعد معايا على الباط. لا مؤاخذه يا فندينا. يلا. ايه انت لازم تسيب بصمه في كل حته؟ خال. ايوه الخال. ده مجنون ده يا شلبي ولا ايه؟ روق روق يا دكتور، انت محسود. روق. انت عرفت السكه منين؟ البركه في شوق. لا اله الا الله. مالك يا اخويا؟ مش بيقولوا اللقى نصيب؟ انما ايه الحلاوه دي؟ قمر وانت متعصب. توب علينا ربنا. اه ده خال. اه ده شوق. اتفضل يا معلم. وادي راسك يا دكتور، انت على راسنا من فوق، واللي حصل للولادي هلفطت سكارة، وانت عارف معاليك الكباريهات ياما بتلم، بس عشان خاطر الملط عدي الليلة. بس دي مش وصول برضو يا ملط. أمانة الحركة دي أنا مش هبلغها للباشا يا ملط، عشان انت عارف زعل الباشا قد إيه. ولا تحب تجرب؟ احنا غلابة يا دكتور، لا قد زعل معاليك ولا قد زعل معالي الباشا، احنا كلنا هنا خدامين مزاج السياده. جربني هتشوف. اما نشوف. امانا الليله انضربت يا ملط. مين قال انضربت؟ انا قلت انضربت؟ هو قال انضربت؟ هي قالت انضربت؟ اشبك ايدي في ايدك كده وشبكه العشره الكرام دول، ومليك عليا حلفان، لا سهرك ليله ولا الف ليله وليله، وادي النطرون بنفسه هيحكي عليها. امرني انت هنا عشان تامرني. امر بالسكت. رمانه روق بس واشرب. فرفش كده. نور يا خال. تعيش ابو جمعه. صباحين دخان الخال يا ولا. هتعيش ابو جمعه. هروح الحمام اوضب روحي. وانت يا قمر بما انك دايس المكان، مش عايز تقول لي اروح الحمام منين؟ امشي شمال توصل. والنبي يا اخويا انا قلت كده من الصبح. الله خلي بالك من نفسك. اسد. علينا ربنا. قال من الحق ابو جمعه، لو تبنا ربنا هيقبل التوبه دي. طبعا ربنا بيحب الخطائين التوابين. لعلمك لو كان الشيطان نفسه تاب كان ربنا رجعه ملاك تاني يا راجل. امال انت يا جمال؟ يا رب. مين ده؟ ده المطني. قولي لي يا بنت يا سوري، انت عملتي ايه عشان تجيبي رجل المعلم كده؟ تكونيش يا بنت سحرتي له. والنبي يا ست مطر، لا سحر ولا شعوذه، دي توليفه بالصلاه على النبي تولف القلوب على بعض.
انا تعبانه قوي يا سوريا، خلاص ما عدتش عارفه اعمل ايه في البيت ده، لا عارفه ارضيهم ولا هم مديني فرصه، خلاص تعبت على الاخر. ما تشيليش هم يا ست مطر، ليكي عليا اول ما اتجوز المعلم هخليه يعاملك احسن معامله ويراعيكي كمان. بيت انت نسيتي نفسك يا بنت ولا ايه؟ ماني قاعده انضفك، لمي نفسك لاديكي بالشبش. ليه يا ست مطر؟ ليه يعني وانا كنت مش نظيفه ولا ايه عشان تنضفيني؟ انا زي الفل اهو. لا يا اختي كنت نماله. اديني نضفت اهو يا ست مطر. يوه وبعدين يا اختي ما تبقيش حمائيه قوي كده، انا مش قصدي، ده انت جمايلك مغرقاني من فوق لتحت. استغفر الله العظيم يا رب، انا تعبانه قوي، انا حاسه ان انا في حاجه لابساني. مش انت قلتي هتروحي للست اللي انت سمعتي عنها دي؟ اروح لها ازاي بس وانا اعرفها منين واروح اقول لها ايه؟ انت تجيبي لي تليفونها وانا اتصل بيها وافتح لك سكه معاه. ماشي اجيب لك تليفونها افتحي معاها كل السكك، عايزه اروح لها وانا مرتاحه على الاخر. ماشي يلا يلا كملي شغلك، خليني اروح للمعلم. يوه احلى عيون على كل حبايبنا اللي منورنا النهارده، احلى عيون على المعلم خميس افندينا اللي منورنا هو وصحبته، يعني الهرم الرابع، يعني برج افريقيا العالي، المعلم ابو سنه، احلى عيون على المعلم ابو سنه هو وصحبته، يعني ملوك المزاج العالي كله. اللقاء التالي على انغام الفرقه الاساسيه نعيش ونتشقلب مع المرجحه ونجم الاغنيه الشعبيه الفنان عمرو السعيد ودلوعه المسرح الاستعراضي بوسي. المرجحة يوم تحت وفوق، يا خلق عايشة ومرتاحة وفي ناس مش فوق، الدنيا زي المرجحة يوم تحت وفوق. أفندينا تحية جميلة لحبيب قلبي أحلى أفندينا في الدنيا معلم خميس أفندينا وكل صحبته جميلة من حقيقة حياة غالية. الدنيا مش دوني بعافية ولا عايز ومال، الدنيا عايزة دوب صافية مش قلوان، اللي عداها وقال كافية تحذفه من فوق، إذا كنت عايز تكسبها عايش فيها بالذوق، ماشي بتمرجع فيها من تحت لفوق 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 لفوق. مدينة في الدنيا عليكي يا شو، الطلة اللي مش على البال ولا على الخاطر دي، اتفضلي اشبكي ايدي في ايدك كده وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان. انا ما صدقتش نفسي لما شفتك بره في الصالة مندهش من ساعتها. الملط بيضون ينيلك يا واد، ايه النظافة والشياكة اللي انت بقيت فيها دي؟ سيبك انت، ما هي الدنيا ما بتسيبش الواحد على حاله، مش كده؟ مش لو كنت سمعت كلامي كان زمانك دلوقتي نجمة المحل الأولى وشايلة المحل ده كله على وسطك. عايزنا نرجع زي زمان؟ قول للزمان خلي في عينك حصوة ملح وارجع يا زمان. الله عليك يا سلطانة. سلطانة ينيلك انت لسه فاكر؟ احنا لسه على قديم، حد ينسى سلطانة الطرب وسهيرة قلوب العذارة؟ الايام دول يا مالت، امبارح شوق والنهارده رمان،
رمانة؟ هي مسمعة للدرجة؟ فشر ولا حد بيسمع عنها حاجة غيرش أنا بس اللي في بيني وبينها طار وعايزك تجيبهوني من النعنة. أمورين أمورين يا سلطان، بس أنا مش فاهم تقصدي إيه. بتحوم على واحد يخصني، عايزة زحة من سكته، شوف لي طريقة. والشخص ده موجود هنا؟ اوعى يكون يا فندينا. عسل بشمعه في بطرامان موصوبة للق وللقان. الشوكولاتة يا محشية من كم كهربانة من جسل بلبن مفيش ولا ايد طيلة مردك يا طلع وسخن ابرم برم دي قلبي ده استنى البلد اللي استفندي استنى البلد اللي استفندي انا ولا حدوبه شايل عروبك وانا هاكل ياك وانا ملعوبه تاكلش ادي كل في قلبي ادي كل في عقلي ادي كل في قلبي ادي كل في عقلي لا مع عسليه مخليه قد بصيتها فيك او فيا نعمل فرح يليق بينا يا شفاعه. طبعا يا كبير، دي هتبقى ليله العمر. عايزك تعزم لي كل المعلمين كبار وصغار، ما تنساش اي حد فيهم. كل المعلمين يا كبير. طب والمعلم هلله؟ معلم هلله ده بقى انت شخصيا لازم تروح له وتقول له المعلم نوح مستنيك وبيقول لك حقك وحق رجالتك في رقبته. أوامرك يا كبير. عاوز منك حاجة تانية يا شفاعة. رقبتي يا كبير. في عيل أمي الأبجية، وأنا اسمه فتحي فلنكات والتاني اسمه صلاح كفري، عارفهم دول؟ إيه اللي عارفهم؟ دول عيال موزعين قطاع على قد حالهم، مش حملك يا كبير. العيال دي أنا مش عاوز حد يحس بيهم في السوق. ولا حتى عايز حد يعرف أساميهم كأنهم ما تولدوش من أساسه. وبلاش تشغل دماغك يا أخويا، أنا أفتح لك الفتحة التانية. كل شوية تفكرني يا كبير، ده أنا ما بصدق أنسى. اعتبره حصل يا كبير. وعاوزك كمان تمشي ورا براءة زي ضله وتبلغني أول بأول باللي بيعمله واللي بيقابلهم.
براء تعبني قوي يا كبير. معلش خليك وراه زي ضله، بس ما تضايقوش، انت عارفه سريع الطلقات. ها انت هتقول لي اعتبره حصل يا كبير. مالك يا ست مطر؟ يا اختي عمالك تتلفتي مين وشمال، هتخلي اللي مش واخدين بالهم يفتكروا ان احنا عاملين عامله ولا حاجه. يو برضو الحذر واجب، الواحده مننا لازم تاخد بالها وتحرص. ليه يا اختي كفالة الشر، واحنا يعني داخلين نعمل معصيه ولا حاجه؟ يا بنت مش قصه معصيه، انما الولايه اللي احنا طالعين لها دي ما نعرفهاش، لا عمرنا شفناها ولا كلمناها. اطمني، انا كلمتها وعملت فيها حبيبتها على الاخر، اطمني بقى. وبعدين تروح للراجل صاحب الفرن تقول له يديك الورق اللي قلت له عليه. ماشي هجيب بجنيه عيش. بجنيه؟ وبعدين فين رغيف اللي كنت سايبه على المكتب امبارح؟ خلوا تتزير بقى. ايه ده؟ اسمعي الكلام. ايه هي؟ هي مين يا بنت؟ علي بس انت قلقانه من ايه؟ انت قلت لي البيت ده التعميم؟ مش هوصيكي يا حمتون، انا مش انا احسن حد يستعوض. ما تخافيش يا حبيبتي. ايه ده انت في حد جاي لك ولا ايه؟ تلاقي واحده من حبايبنا زيك كده قصداني، ما تقلقيش. العواف اكيد انت الست حمتومه صح ولا انا غلط؟ ايوه يا اختي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك، دي الست مطر اللي حكيت لك عنها. يا اهلا وسهلا يا ست نطره. طب اسيبك انا بقى، سلام. مع السلامة، ابقي طمنين عليكي. مع الف سلامة يا اختي. هي مين الست دي يا خالة؟ حنتوش منتوش تربوش منفوش. الله حي. وشفتهم بعينيك؟ ايوه يا اسي الباشا، وفضلت وراهم لحد ما طلعوا. والبيت ده بتاع مين؟ البيت ده بتاع واحدة منبوسة كده رجالة. واخد بالك علي؟ واضح يا فندم ان مشوار حريمي يخص لعبة الدجل والشعوذة بتاع الستات دي. اهو احنا بقى وسط اعمال الدجل والشعوذه دي ممكن نعرف كل حاجه عن البيت ده تحديدا. اكيد طبعا يا فندم. بس يا فندم في حاجه حصلت. حاجه ايه؟ كان في واحده موجوده واول ما شافتهم وصلوا مشيت. والواحده دي انت تعرفها؟ ايوه يا باشا اعرفها، عز المعرفه، من ايام ما كنت براقب افندينا. افندينا؟ ودي مين دي بقى؟ شو مرات ابو سنه. حلو قوي الكلام ده علي. ارجع يا ابني ورا شويه. الحجاب ده تخيطيه في الطريق بخدته. امسكي يا ست نطر، والسائل ده تستحمي بيه مرتين في اليوم، مرة الصبح أول ما تصحي والمرة التانية بالليل قبل ما تنامي. وإيه الكيس ده كمان؟ دي رملة مبروكة تفركي بيها كعب رجلي. هي كده عاملة زي الحجر يا ست نطر. حاجة زي كده يا أختي. يا أختي أنا كعب رجلي زي الفل، مش محتاج يعني، ما تقولي لها يا سوريا. لا ست مطر ما تتوصاش في النظافة، فلة من جوه ومن بره. الحكاية يا أختي ملهاش دعوة بالنظافة. أمال إيه كل ده من كيس الرملة دي؟ الكعب ده هو بربط الفرس، والرملة دي مبروكة، أول ما تفركي بها كعب رجلك هتلاقي وشك ده قمر 14 والدم بيبج منه زي النافورة. ماشي هعملك كل اللي انت عايزاه، المهم البال يرتاح وعيش بقى زي بقية الناس. الله حي. حنتوش منتوش تربوش منفوش. عليكي في البيت، انت كنت فين؟ تعالي عايزاكي تعالي. خدي. مش انا عرفت جوزك بيهج كل يوم وبيروح فين وليه مش طايقك ولا عايز يخلف منك؟
بيحب رقاصه. لا هو انا بقول لك دواء كحه، بقول لك رقاصه. ما اعرفش يا اختي بينها عامله له عمل ولا ايه. اتقصت وعرفت، مش انا قلت لك هجيب لك قراره؟ واديني جبته عشان تعرفي ان انا جدعه وبوفي بوعدي. رقاصة واسمها رمانة، وتعرفه من قبل ما يدخل السجن، وبيقولوا يعني ان هم عندهم حكايات بينهم وبين بعض يا اختي ولا ألف ليلة وليلة. ما تخافيش قوي كده يا اختي، هنتصرف، لازم نعمل حاجة ونخلص من البت دي. بس اوعي تقولي لسي خميس اني قلت لك حاجة، ولا ابو سن ده ينيل عشتي. انت عارفة ان انا بحبك وخايفة عليكي، وبعدين خير ان تعمل شر ان تلقى. انا حققت في اللي انت قلته وعرفت العيال اللي بتلعب من ورانا ويغشوا البضاعه، وقريب قوي هتسمع سمع خير يا معلم. الامر ما يخصنيش يا معلم نوح، حقك كان لازم اردهولك، ومن هنا ورايح حصتك هتكون قد غيرك مرتين. متاخر اجاوب يا معلم. يعني ايه يا معلم هلا؟ انت نويت تغير الكار ولا ايه؟ خلاص بضاعتنا ما بقتش تلزمك. اللي عندك هو اخر ما عندك، واللي جاي ما بقاش بتاعك. وان كان على حصتي فانا اخدت حصتي من المصدر واكتر بكتير من اللي وعدتني بيه. ايه ايه؟ سمعني تاني اللي قلته ده. اللي قلته سمعته كويس يا معلم. اوعى تفتكر يا معلم هلا ان ممكن في اي حد في السوق يبيع لك حبايه من غير امر مني. الامر ما بجاش بيدك يا معلم نوح. الظاهر ان الغضب عمى عينيك يا هلا وخلاك تنسى مين اللي قصادك. لا يا معلم، غرورك انت اللي خلاك واقف لحالك في الطل، ما انتش حاسس باللي بيحصل حواليك. وايه يا اخويا اللي بيحصل حواليا؟ ولدك زي ما رصف بيده سكه لتجار بير السلم وانت مش حاسس. السوق رصف سكة تانية لمصدر تاني غيرك. لا لا تنساش نفسك. انت اللي نسيت نفسك يا معلم، وسلمت دجنك العيل طايش حدفك شمال. فوق يا معلم نوح، افندينا نزل الملعب وخد مكانك. افندينا وقعد مع كبارات السوق وادى كل واحد فيهم حصته بالعدل، والكل جام مرضي. سلام يا معلم نوح. صحيح، ما تنساش تسلم لي على الوريس. شفاعة! عمرك يا كبير! نفر مننا برضو أخل. قبل ما أخش السجن كنت حاسب السوق ده حسبة غلط، كنت حاسب اللي يكسب يعني هو الحريف وخلاص. لا 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 لا، الحسبة بقتش كده، اللعبة قلبت جد. والغلطة بقت دفورة. بس انا مش مطمن يا خميس. عمروتي خد بالك، بصالي اللعبه دي عشان عارف ان انا في ظهري رجاله ورايا عزوه وسند. بس النوح مش هيسكت، احنا كده بناخد اللقمه من بقه، وده كلب وقفش في عظمه مش هيسيبها بالساهل. ها وانت لسه قايل الغلطه الوقت بفوره. علشان كده يا خال لازم نعرف اللي بيدور في دماغ النوح، نلغوص جوه افكاره ونجيب مصارين فكره. انا مش فاهم بالظبط انت ناوي على ايه يا خميس. ده عامل ايه في الجواز يا خال؟ الله، ايه دخل عيشه في المرخيه؟ ايه اللي جاب الجواز للي احنا عايزينه من نوح؟ الله بطمن عليك، عايز اطمن على الخال، عايز اعرف تمام ولا لا يا اخويا؟ مش ولا خالك اسد ولا معلوم اسد، عشان كده متجوز ال ايه الجوازه اللي هي. ايه يا فندينا، رسيني انت ناوي على ايه بالظبط؟ ناوي على السكه اللي اوصل بيها المصارين النوح. قول لي انك فهمتني. اروح على القهوه اضرب حجرين معسل واقول لك ان انا فهمتك. وراك 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 وراك، مطرح ما تروح وراك. وابتدى
ابتدى المشوار. حسيبك انا بقى تهزيها، قصدي تدوريها يعني في دماغك لغايه لما نشوف حل في البت دي. ما احنا لازم نخلص، خطر. هتوحشيني الشويه دول. خلي بالك من نفسك. ابتدى المشوار. يا خلاص انت على طول نطت لي كده في وشي. يا عم بقى اتنحنح ولا هبهب؟ هبهب؟ اتنحنح وانا داخل اوضتي يا شوق؟ ان شاء الله وانت خارج من على السرير اتنحنح. انت كنت بتعملي ايه جوه يا بت؟ اهو بنطفي نار بعضينا بكلمتين. حكم الوحده على الوحده بلا، ربنا لا يوريك أساه. صوابعك مش زي بعضها يا شوق. بس الخمسة في كف واحد يا عيون شوق. والنسوان زي ما انت عارف غلبة وبتستحمل، لكن لما بتزهق بتهج وبتبقى مش عايزة حد يعرف لها طريق جر. طب واللي نفسه يهج معاها بقى يعمل ايه؟ ها؟ يتوب علينا ربنا. دين مريم اكرام. انا مش عارف ليه انا توت مني كرم. صراحه يا ست مطر انت ايدك فرطه قوي في الفلوس. كنت سيبي لي انا حكايه الفلوس دي انا اتكلم فيها يا اختي. دول عالم ياكلوا مال النبي. مش مهم الفلوس، المهم النتيجه. النتيجه؟ النتيجة مضمونة مية مية. اسأليني أنا مجربة وعارفة. هما يعني حرقين شوية في الفلوس بس سرهم إيه باتع. يا أختي أنا الفلوس عندي بالكوم، مش عارفة أوديها فين. وبعدين هي يعني فلوس إيه من غير عيشة؟ ولا أنت شايفة إيه يا سوري؟ عيشة من غير فلوس يا ست مطر زي موت وخراب ديار. شكلك بتحبي الفلوس قوي يا سوريا. الحرمان يا ست مطر ربنا ما يكتبه على حد أبدا. معلش بس شكلنا كده مش هنختلف. مش هنختلف في ايه يا ست مطر؟ كل بقوانا يا جميل. يلا يا اختي. يلا. قلت لك مش عايزه اطفح. انت ايه البعيده ما بتفهميش؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب. انت كده هتموتي، هتقعي من طولك. انت ما اكلتيش من امبارح. ماليش نفس، نفسي مصدوده مش طايقه الاكل. طب اهدي وبطلي السجاير دي بقى، قطعتي نفسك ونفسي معاكي. انا يعمل فيا كده؟ يقلب الترابيزه في وشه قدام الناس ويقول لي شلبي شيل الزباله دي من هنا؟ انا زبالي يا بيزا؟ انا؟ وهو ايه بقى اسم الله عليه؟ ملاك نازل من السما ناقص له جناحات ويطير؟ هو نسي نفسه؟ نسي نفسه هو ايه وبيشتغل في ايه وبيتاجر في ايه؟ وكان في السجن ليه؟ من قهرته وفرسته يا ابله. ده انت قهرتيه، ده انت قعدتي تقولي رمانة اه رمانة اه رمانة اه رمانة ما بتكدبش ابدا. ولسه وديني لوريه هخليه يقول حق برقبتي، هعرفه من هي رمانة اللي ما بتكدبش ابدا. والنبي تهدي يا ستي، امان طلعي عليكي تهدي. انا هروح اعمل لك واحد ليمون. ليمون ايه بس؟ اديني نص ولا حبايه من الهباب اللي انت بتديهولي ده. من عينيا يا ابله، من عينيا الاثنين. يلا انجزي يا منيله. عينيا. حاضر يا ابله. حاضر. خدي. مش شايفه يا قبلتي. وديني لوريك يا خميس. اتهبلت يا كرامه ولا اتجننت؟ من امتى وانت بتسالي حاجات زي كده؟ انت هتنسي نفسك ولا ايه؟ رقاصه؟ رقصتي ايه؟ انت مين قالك الكلام الفاضي ده؟ اسمعي يا بنت الناس، انا راجل ما بكرهش في حياتي قد السين والجيم، وبيطلبوا معايا عكنانه وقله مزاج فقصري في ليلتك. اسيبك ليه؟ لا اله الا الله. اسيبك ليه؟ انت عملتي لي ايه وحش عشان اسيبك؟ ولا انا بقى راجل مفتري وحش بقى؟ مفتري انا؟ امال في ايه؟ ما لو فضلتي على قلقك ده هيخرب عليك ويخليني اسيبك. اسيبك يا كرامه؟ اسيبك؟ لا حول ولا قوه الا بالله.
خلاص نكن بقى كده ونهدى ونقعد في اوضتنا متستتين وهوانم، وبلاش نسيب حد ينخور في دماغنا وما نسمعش من حد. يتوب علينا ربنا. يعني ايه يا باشا؟ يعني اللي سمعته يا نوح. بس ساعتك كده بتهز صورتي في السوق يا باشا. ولا هز صورتك ولا حاجة، انت بتدفع تمن اللي بيعمله ابنك. الله، وهو كان ابني عمل ايه بس يا باشا؟ واذا كان على غلطته مع خميس احنا دفعنا تمنها نص المصلحة اللي فاتت، واكتر من كده يبقى كتير قوي يا باشا. الكتير والقليل مش انت اللي تحدده يا نوح. انا كان عشا بيبص لي شوية يا باشا. انا اديتك بدل الفرصة 10 وانت معرفتش استغلها كويس. يا باشا انا كان امل كبير قوي في المصلحة دي، ومعريك عشمتني ان انا هشيل لوحدي. حكم السوق كده يا نوح، عامل لك ايه؟ وقلتها لك 100 مرة قبل كده، مش انا قايل لك انها بتضمش لحد؟ سمعتش كلامي، رحت اديت الشغل لابنك وقعدت فيه. يا باشا براء قفش السوق وشفر كل ابوابه وقدر في كام سنة يبقى كبير. وشغلانة بير السلم عمل فيها ايه؟ ده كل يوم بيتاخد منكم زبون. يا راجل البرشامه اللي احنا بنجيبها ب 10 جنيه بتتاخد منكم وتطحن وتتخلط وتتباع ب 100 جنيه، وابنك فرحان بكلمه يا معلم، وكل المكسب بيروح لغيركم. لا ما انا انا اتصرفت يا باشا وصفيت العيال دي، وبرضه انا محسوبك يا باشا. عشان كده انا قلت لك تيجي هنا يا نوح عشان نتكلم. خلي بالك يا نوح، ولم ابنك بدل ما تلاقي نفسك بره اللعبه. انت فين؟ هو انت كل مره تقطعني كده؟ ايوه انا جوه من بدري. طب يلا استنيك. بنت دي شكلها كده فاتحه الرابع ومش حاممها حد. وهي ما مين يعني؟ دي من الاخر. من الاخر ولا من الاول؟ هتطلع مين يعني ولا بنت مين؟ سيبك منها، انت مش قدها. وانا احب كده اجي كده في الروقان الف لي سجارتين اشرب لي كاسين بعيد عن الوش والقرف ولادته وعجن ابويا. لا مؤاخذه يا برنس. ثانيه واحده، في ايه يا ابني؟ مش قلت سيبوني شويه اروق دماغي شويه لوحدي؟ في حد بره عايز يقابل معاليك. مين؟ اتفضلي. طب اقفل انت دلوقتي. انا قلت هو الموز. انت قلت مستنيني وانا ما كتبتش خبر وجيت. تصدق بالله انا قلبي حاسس ان الجايه جايه، قصدي يعني اني مش هون عليك. ايوه بس انا ليا عندك حق اعرف. انت حقك مردود تلت ومتلت وباي تمن. رمانه ملهاش تمن يا براء، ولا عمرها هتنزل مزاد رجاله. رمانه ما يوزنهاش الا راجل يسند ظهرها لاجل ما يملى عينيه. اهل كرنا قالوا ادي الجمال وادي الجمال. انت جيت لي وقصد افندينا، بس برضو غاوي والغاوي ينقط. وقلت اني معاك هكسب فوق ما انت متخيله. واديني جيت اهو عشان نتفق. وماله نتفق؟ بس قبل ما نتفق في بقين عايزك تسمعيهم، عشان انا احب الشغل يبقى على نور حتى لو سكته ضلمه. قول يا براء. لو الشيطان حب يلعب معاك الدنيئه وصور لك انه ينفع انك تشتغليني ويبقى اخر الحوار ده انك تسلميني الافندينه، تبقي خطيتي عتبه قبرك وحفرتيه بايديكي. يبقى انت بتحمرق ومش قد كلامك. اما بقى لو كان الكلام طالع من القلب وبنيه صافيه ونظيفه ومش متعصي غدر، تبقى حطيتي رجلك على سلالم الجنه وعمتي على وش الدنيا عوم وخبطتي على باب السعاده بايديك يا رمان. بقولك ايه يا براء، انت شكلك كده مش مطمن. خلاص لو مش مطمن بلاها ونشيل ده من ده يرتاح ده عن ده، بس تطلعني من نفوخك خالص وتطلعني من الحوار ده. يا بنت اقعدي، ايه القفش اللي انت فيه ده؟ اهدي شويه، الكلام اخد وعطى. وانا برضو مش عبيط عشان اصدق ان واحده ممكن تقلب على حبيب القلب بسرعه كده. ربنا يكفيك شر كسره القلب. ما
والست لما ينكسر قلبها بتسن ضوافرها وتذبح. وخميس خلاني اسن ضوافري على الاخر. سلامة قلبك يا رمضان. يبقى ليك. طب مش نسمي الاول؟ بسم الله الله. صباح الفل يا ست مطر، ايه الحلاوه دي كلها؟ تلم يا بيت. والنبي قمر وقشطه، قوليلي استحمتي بالزيت ولا لا؟ بقولك ايه يا بت يا سوري؟ نعم. هو انت لما كنت بتتجسسي علينا لصالح الحكومه كنت بتاخدي كام؟ ايه لازمتك بس الكلام ده يا ست مطر؟ ما احنا خلاص بقى طبنا الى الله. انا بسال بس يعني. عادي يعني، هي الحكومه دي بتدفع حاجه؟ اسمعي يا سوريا، احنا ولايه زي بعض وغلابه، وانتي شايفه عيشتنا في البيت ده محدش ضامن حاجه، وانتي عارفه انا نجيتك من الموت قبل كده، يعني ليا في رقبتك جميله. والنبي شايلها العمر كله يا ست مطر. يعني يا بنت لو طلبت منك حاجه تعمليها؟ طبعا، ودي عايزه كلام، اموري انتي بس. ماشي، وانتي معايا تكسبي كتير قوي. كام يعني؟ خميس الدنيا. الله يسلمك يا رجاله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي كان يهرني وكمان مستصغرين وكمان مستصغرين، وانا اللي كان كاسرني اللي كان قاهرني يستهلوا بيا، وكمان مستصغرين وكمان مستصغرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا اخويا شفت عفريت؟ انصرفي. انما ايه الشياكه اللي انت فيها دي؟ تعالى بص على نفسك في المرايه. مرايه ايه اللي عايزه تبصصيني فيها كل شويه دي؟ انت عامله ايه في المرايه دي يا بت؟ عايزك في كلمتين. مرايه شو؟ وانا كل ما افتح باب الاقيكي حاضره. يا اخويا وطي صوتك شويه، حد هيسمعنا. اتوقع وش ما توطي حسك كده. اصل من ساعه ما رميت الكلمه اياها في عيني وانا مش عارفه اتلمع على نفسي. والنبي بصني كده احسن اكون بحلم. ما تلمي الدور يا بنت، لمي الدور وشويه الكلام ده. أنا قلت كده. قول أمي. معرفش. دي بيسأل الحاجة. فسحي سكة يا بنت. فسحي يا بنت سكة أهو. يا حمام أنا مفسحة أهو. فسحي بنت ورا بدل ما تطب علينا اللي ما بترحمش. لو النبي إلا دي. فسحي. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها يا رب. ويتوب علينا ربنا. اللي كان كسرني بيستقلوا بيا وكمان مستصغريني. كمان مستصغريني. فرومة بدران يا استاذ بدران. خلي بالي انت يا استاذ بدران. ما بتتكلمش كتير. ايوه ايوه خير خير. مالك مالك اهدى. تعالى شوف النسيبه السوداء اللي وقعت فيها. ايه الحكومه كبست عليكي تاني؟ بس عليك السيره دي تيجي على الصبح كده على الريق تف من بقك. امال ايه اللي جايب قرار على هنا؟ بنت من البنات اللي عندي، بس دي غير البنات، دي بتجيلي دليفري. ايه الموتوسيكل بتاعها اتسرق؟ بس عليك يا استاذ بالذمه ده وقته. لا بعتها للدكتور بتاعنا الدليفري، اصلها حب اللي قلتي يسقطها. لسه يا دوب هيبدا، الحكومه كبست عليهم اخذتهم سره واحده. هو انت ما يجيش من وراك الا البلاوي؟ انا ليا غيرك يا بدران. بس انا دلوقتي ورايا مواعيد مهمه. مش اهم من البنت اللي مستنياك تمد لها ايدك وتنقذها؟ بدران الحقني. هات
ارجع على المكتب، ما تنساش تجيب البطاطاية بتاعت العشاء. يلا يلا بينا. عشان كده علي مهم جدا نعرف الست اللي بيروح لها الستات دول. انت مش مفروض عملت عنها تحريات؟ اسمها حنتومه. حقيقة؟ حنتومه، وشغاله في السحر والدجل والشعوذه والكلام الفاضي اللي سعادتك عارفه ده. طب ما انا هايل. هايل جدا كمان. الست دي بقى لازم نلاقي لها سكه نخش لها منها. لان لو عرفنا الستات دول بيروحوا للست دي ليه؟ هنعرف حاجات كتير قوي عنها. وممكن في الحاله دي كمان ادخل. تمام يا باشا. خير. في واحد بره عايز يقابل سعادتك. ما قالش اسمه ايه يا ابني؟ الباشمهندس عبد العزيز الريان. عبد العزيز الريان؟ اه ده ابو الواد شادي بتاع حمله الفيلا. قول له ادخل. تحت امرك يا فندم. اتفضل يا باشمهندس. اسمها ايه؟ حنتومه. تومه؟ انا اسف يا اسر بيه، بس كان لازم اجي لك. اهلا وسهلا يا باشمهندس، اتفضل. انا اسف بس ابني في خطر ومحتاج مساعدتك. معاه استاذ عايز يخمر شويه. يلا. العمروتي طلب يقابلني النهارده. اكيد عايز يرغي بقى ويلوك في الفرشه اللي فرشتها في السوق. بس خلي بالك يا ابو جمعه، احنا كده مكسبنا اقل من تعبنا. بص لقدام يا خال. بص لقدام. احنا لسه في الاول. برضه احنا شارعين للمكسب، وبعدين العمروتي ده مش مضمون. خميس عنده حق. مكسب السوق أهم من الزيادة اللي خسرناها. والنوح مش هيسكت، هيعمل أي حاجة علشان يرجع تاني. البضاعة دي عشان نبلع بيها السوق لازم تاخد ختم المزاج. والسكة مفتوحة. الناس زهقانة وكفرانة وعايشين في غلب برضه. فالنفر لو هيشتري الحباية دي وهو متأكد إنها هتخرجه من العالم والغم ده وتحطه جو أحلى، هياخدها بمزاج. صح ولا لا؟ هياخدها بمزاج. واللي يتاخد بمزاج عالي الجودة لا يمكن حد يسلاه. ولا يا حاجة؟ طمنتني يا حبيبي. إلهي يحرسك، إلهي يرزقك كمان وكمان. بركة فيك يا عسل. خدت الدواء؟ خدته يا حبيبي. ربنا ما يحرمكم من بعض ويديم المحبة بينا يا رب. آمين يا رب. دوق. دي خلطة جديدة؟ اه. حلو. بس ما تخمرهاش زيادة، خلاص كفاية كده. لو جهادك يا فندينا. أنا عملت بنصيحتك وجبت لنا المصحة عشان يتعالج. كان كويس قوي في الأول. وفي ليلة جات له أزمة ما بقاش قادر ياخد نفسه، كان هيروح فيها. حطوه على جهاز التنفس لحد ما فاق. الدكاترة قالوا إيه؟ قالوا إن دي أعراض صحية، ده معناه إن سموم الحبوب بتخرج من الجسم. طب ما ده شيء كويس، معنى كده انه ابتدى يستجيب وهيبطل. المصيبه انه في ليله تانية الممرضه لقت معاه شريط ترامادول كان مخبيه، بس ايديها ورجليها علشان ما تقولش رفضت. صار عليها وضربها وكان هيموتها. الشريط ده جاي منين؟ معرفش، لكن المشكله بدات تجيله نوبات سرعة، وانا خايف انه يوصل لمرحله التفكير في الانتحار. مش مهندس، اشمعنى فكرت فيا دلوقتي؟ عشان الاتفاق اللي بيننا. قلت يمكن لما يشوفك يخاف منك ويعمل لك حساب ويستجيب للعلاج. ازيك يا شادي؟ ايه؟ تحاول تفتكرني؟ انت ايه اللي جابك؟ هتصدقني لو قلت لك ان جاي اطمن عليك؟ طمن عليا ولا تلبسني تومه تاني؟ بابا جالك واتفق معاك مش كده؟ شادي، تعرف انا ليه سبتك يومها؟ عشان حسيتك غير العيال اللي اتقعد عليهم دول كلهم. حسيتك موجود من باب الفراغ او من باب التفاريح، لكن اللي صدمني بجد اني اكتشفت انك شبههم قوي. انتوا ليه مش قادرين تصدقوا اني حاولت ابطل واني بكره نفسي وانا باخد؟ رجعت له ليه؟ رجعت له ليه؟
عشان كنت هموت. حسيت ان روحي بتنسحب مني وقلبي هيقف ونفسي مكتوم. كان لازم اخد حبايه واتنين عشان ما اموتش. شايف بقى ان الحل انك تستمر في الحكايه دي على طول، مش كده؟ بدل ما اوصل للمحطه اللي بعديها اسرق ابويا عشان يجيب اللي عوضني. وايه بقى هي المحطه اللي بعديها؟ انا لو ما لقيتش ترامادول مفيش حاجه ممكن تظبط دماغي، والبديل الوحيد اللي مستنيني الهيروين. يا نهار اسود، هيروين؟ هيروين يا شادي؟ انا هخش اقرا المحضر واحاول اشوف لها سكه اخرجها بيها قبل ما يرحلوا على النيابه. ايوه ينوبك ثواب. اه بس الحكايه دي فيها ارشينات زياده مسامه. مش مشكله، كله على حسابهم وكله على النوطه. اسمها ايه؟ هي اللي مرميه هناك دي. شوف مكلبشينها ازاي، كانهم مكلبشين عربيه واقفه صف تاني. اسمك ايه؟